إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من فوائد تاريخ الصحيح صدح يطرنك بشي رمضان كني أفر بقني أفر يلا باسمك في مسجد أبي هريرة، وحين كل ما يسترى إنها موضوع قصة بسماع الإيمان صحيح إنه فرح القد هو القصة هذا اللي إيمانك إيه إذا الله شرح أيه أم الله تعريفين أيه فإنه قصة هذا اللي قال السنو سلي كقبان إرقى البدعون سلي كقبان أيه نقصة هذا اللي قول كأهل السنو سلي حق يهي فأدي الله الشرع جاء آيات القرآن جاء حديث النبوي جبا حيث تسين أيان سيد أهل السنة قبان وحيالها يا أهل البدع الدليل شن أيانا إن أن الحجة الشرعية أهين وأن الدليل كودو أهين مركا استدلال كودو أهين وأهين الدليل كمركا وفي تسين أيان الدليل بكفر إيمان الدليل هو صحة الدليل شن أيان وآيات يا حديث أهي لكن استدلال كودا غلطة قاب حدود الدليل شن أيان با غلطة ويوحها الدور أدلة الشرع داء إن سيدا وحول يقفت هودي سوا فقد أن دلي شنع سيدا يمرك أن تتوفين أيان السنة تتوفين إن هم دلي شنع أدلة بعض كم دواء إن أنوك على قيد نعم كثيرين قيد نعم أدلة موضوع صعب اللي سوا إن سكينا تبقى حقه وإن مرك يعني كقاطع من جميع الأدلة أدلة لكن أدلة قارت وقاطه أو دلي شنع قارنا كتبه وحال في سنشبه يا حال في يهودة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب فتعالوا السنة والجماعة وحي قران إيمانكم إذا قول هي عمل وراه هذا وحي قصر فحي قول القلب هي قول اللسان أبقى وحي لغير هذا وشهادة اللسان هي قلب إلا غير هذا وحي أبقى لغير قلب جنة إن يكون سبنت ولا لا قبل ما عمل كنا وطلوبة بسوى يا عمل الجوارح لكدعية ربناها تبعية يا عمل قلبك تبعية انت بنا ايمان بيك عمل صوتا فرل في سوى سميه سوى وحيث تدجل يا وحى الله دي عمل ايوانا بسني ايمان كان تبدو يجرانا حقيقة دا ايمان بيك كما بحثنا ايمان فرق ايو حيالا يجل الشديد يقول صوت سوى باطل ايها اينا وصوى عبا ايها قول ابسا عدرسا بحادة اينا قد بينا وحى ايها اينا الفرق بين الاسلام والايمان لا هي ايمان وستمبا سوى كالدنين علماء قارقون وحي الهدين الإسلام هي إيمان وبمعنى واستمعنى لكن أهل السنة بدن قول وحي طبعا شماهيرة أهل السنة إن إيمان هي إسلام إن هذه الإسرائية فرقوا بحيوة هذه السمية اللي بشيغو كلا الله بمعنى يسائلين يعني هذه لكن نتكون بشيغو فكلا أن لشيغين فكلا ويسوسوا بلقليا بعض أهل السنة كم إذن وحي الهدان إيمان هي إسلام يعني هو عموم يخصوص بعض بعض أهل السنة من جميل هذا لكن سيدة هران شاف الإسلام ابن تيمية رضي الله السرين أيه وحوية أدين لبدو ذا الإسرائية والله بدو مال لبو ذا الشيخ وكلا لبا معنى يسايدين يعني حديث جبريل بان أودلله حديث جبريل أيان أودلله والنبي صلى الله عليه وسلم وحر جبريل ويديه أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت أعمال يا أحوال وحل عرنا يا وحل السمعين أي الإسلام من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم سوف أسوأ حتى نوح إلى أخبرني عن الإيمان إيمان كي يقول ربي قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره تبدي أركان الإيمان كأي حديث السؤال فرك إيمان كينا وحر صون اعتقاد أبو كفر إسلام كنا وح موقضة وعمل لك تواقع أيوه عمل لك سمعين أيوه والصلاة لها سن الزكرها سوصون لها سي حج لها سي شهادة سيفا لك تواقع لها سي يقلب إذا وحولي لك قرايه أفضل أبو إسلام من أبو كفر إيمان كنا وح لا اعتقاد حتى علماء الوحي إذا اجتمعتا أما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا إسلام هي إيمان إذا اجتمعا هذا الظلمان والسنة
lagu sheego iftaraqa waa kala sagaan oo laba macnay kala noqdaan wayna iftaraqa hadday kala sagaan oo midkood la sheego ka kale aan la sheegin ijtamaca waa kulmaan oo kii kale way soo badbadaa waa sidii miskiin iyo faqiira horaadi usoo sheegay sidaasoo kale marka islaam iyo iimaan marka laysku cadso kale looma macnay faaidi إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مركز كان اللبا معنى أيها الوحن بارد أما وحوالي مركز مدكور مشيغة وأنك كان للشيغي كيف كان له وفوك للسرع ومؤمنين مركز الأمانة يوم إسلام المدينة والي ما جد إيمان كن والي مسلمين سأدين الأمانة نساسي يوم ورضيت لكم الإسلام دينا إسلام كان دين أهان إذن كرر للنقضي لو غمت يدو حيالها بايرك المدنو كل إنه بس وحوالي إسلام المدينة بحلقة إيمان كن وفوك للسرع اعتقادتي هي قولتي وراهدي هي فعلتي انت بو اسوق لقليا انت واع واسوق لقليا فلما قال كل اهل السنة كم يدو يقول يريد فهم يخصوص باو دحرية يعني اسلام كا عام فن ايمان كنا وحولي وخاص يعني ساس يدا يلوان بنارة دقيقة نحو لما قال كل وحي عبدالله الشيخ الاسلام ابن تيمية وحولي لادا الايمان اعم من جهة اصله يعني مركا لغا ايغو ايمان كا اصل فيسا مركا لغا ايغو الاسلامي مدى وكا عام سي وهاتي رسول قادة ايمان هل كا تاجن فالتصور اسلامي من هل كا تاجن سعي ايمان كيبا مركا حقا يعني مركا لغا ايغو مبقى ديسا ايمان كا عام سي وايمان كا ستا اسلامي مدى وكا ديسا لكن اسلام كا ستا ايمان مدى ديسا والاسلام اعم من جهة اهله يعني مركا اسلام كنا حتى اهل فيسا مركا لغا ايغو أي مركا عام سي وبمعنى المؤمنين هو بعض المسلمين فكمنا لكن لبدا اللفظي مركا في إيمان الإسلام إيمان في إسلام هو وفوضة ترسال لكن كمان لازم يرسل مركا في إسلام من إيمان في إسلام وفوضة في إسلام من الله بصمعي بمعنى إيمان وفوضة كيرو كمان لازم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يضع آية تفسير كذا أنا لبقر الجسدين لبقر قوله إلى هم مثلا مركا وحوالي على كل حال هذا هو مسألة دقيقة نحن حين كل ما ما يناسب في عنه وحوالي إيمان يا إسلام مركا لا إسرائية صلى الله معنى النقران إلى مسكين يا فقير مركا لكن إشتور بشيغون في سرنا وإستقبل بعد في سرنا وإستقبل بعد ولما ذا إلى الإسلام كلمة يعني مركا إسلام هو كلمة معنى وإقرارك وحمرك قول سود كل عيا إن اللبر ثلاث وينه ومرك إسلام نمر أي تهي يعني من وحولي كعامسا حق إيه الكيرا مرك لغا يعني إيمان وبمعنى مؤمنين هو بعض المسلمين تفريق روح لغا قادنا يا لك نفرطين يا إيمان يا إسلام قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولا تقول أسلمنا مرك أسلمنا نروح يبتنا إسلام ظاهرة هو إسجيب نبي يبتنا المياه إذا إسلامنا حقيقة نبي مركا إسلامنا لو قول بي علماء الكريم لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية وحب أرجحية في الإسلام كل رها إسلام من دفع لكن اللغة هذه حقائق لإيمان أي أن ولكل في مسجد عن التمكن بين المسلمين جنو قدر إيمان ولي بالإسلام يعني قول تاسع أرجحية في كتاب الإيمان وحصل الله لك هذا نيا فتقار قد إيمان في مجنة فيه جدا إسلام المدينة مجنة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني وحولي مؤمن معها هو الأوران ترى لكن مسلم معها الله أوران أو كان وحكى الصباح يفرق يعني المسلم هي المؤمن وقف إيمان هذه اللوزيدة كما دلنا يسعين إسلام من اللوزيدة بمعنى نوع إيمان واجب في إيمان كأه أما كماله الواجب كمال في واجب كأه هذا يعني أه أي اللي قلت نبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وتقول لي معاذ نبي وحسني فإنه مؤمن مرتا كان نبي وحسني أو مسلم يسوى مسلم يعني مرتا أرمو يعني مسلم يعني بمعنى إيمان إن وفق ما أي مرتا أرسي دي سوى وحولي نيكا ولبا ظاهر فيسا وحو صعبا يعني وحسي عن أي دين وضبط لي وحي كم وضبط بمعنى مرتي لبوه إلى أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت رسول الله مرتي كده كنت وابسي قدر كتم وقصي قدر سبب ما ديك كتم وقري سبب من إيمان كنت تسوسيه من إيمان لهم مؤمن لهم مقعاب حتى مسلم لهم مقعاب أي مسلم ما ميي يعني مسلم لهم مقعاب أي مسلم
تلمامي إنه مركا كنت أرسله سعد بن معاذ مركا على كل حال دقيقة أدي لذا أيا لقد هذا قدر كأفراد يوجد بين وحوله وأركان الإيمان والله ورقرم إياه إيمان كوحو ليه أركان يسير رجولي يسير في سنوال الكثير وأنا لقد أكير حديث الله يا جبريل أخبرني عن الإيمان قال أنتم من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره يحدى سنو أركان الإيمان ركن كم لدينوسا لدينينا وحين قريسا أما مركا لإعتقادي وآيه ركن أركان إيمان كم لدى ولو يألب الدينين وحين قريسا كفر أكبر سالم أي مقريسا سالم أي مقريسا صافنا وحوي وأرن المسلمين كفر جماع صنطهي عن وحد خلافة عن الكتب ناي أبي أركان الإيمان كاروك مكمل اللبينيو أما الله قشك فيه اللي اعتقادي وايو إن إجال لنا فاي ومن اللي اتلو قلية أهل بدعي الرسول هو اتلو قلية قدر فشنا بي نسوك بينا وحويا شعب الإيمان إيمان كوليه يقب الله أما قايبة قايبة أو إيمان كوليه هاي وحي جارة يا دور يتبراسا قايبور أي جارة كان النبي صلى الله عليه وسلم أي أحاديث تشخص عليه أوحى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 77 شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان يعني إيمان هو رؤية طباقا قبل أما قيبوت وحوص الرئيسة شعب كأما قيبها إيمان كقبل لدى إيمان وحوص الرئيسة وحوص فضل بدن أراه هذا الأوران أيه لا إله إلا الله الأوران اللي صار تعود فضل يعني قيدها إيمان كواحد لا إله إلا الله وفضل بدل المشرع تتعود وأفضل به لا إله إلا وفضل سواء تعود فضل بدل يعني حتى إطلاقها بس لا إله إلا هو تعود فضل بدل واتكير شرطاء أما واتكير سابع ماله خاصة هو حيالك لا إلا إذا تفضل بدله مثلا نكر الصلاة بركة كنيسة رفوع دي سجود تصبيحة جارة إليه هذه مثل هذا تصبيح لما حكى فضل بدن لا إله إلا الله مثلا وحمد الله يا أنت سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سعر من شأن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحلو بشوابا يا موضعا خاص كالدليل جارة في الصعر مثلا موضعا ذكر النبي وقوع عليمي الشادي وحكى فضل بدن المسرع لا إله إلا الله إنه هل كاتل هذا أتفض للبدن إلي النبي من الشرعيين تصبيح للنبي من الشرعيين أتفض هذا موضع أول كدفض للبدن فهي إن هذا لا إله إلا الله تعالى فاس الله رب وإلا حديل إلى هذا موضعا يعني الركوع ده مش السجود ده حديل إلى هذا تصبيح لي وأتفض للبدن كلمة التوحيد إن أتفض هذا وحين قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدي فضل بدني إن نوصي المؤمن سيدي لك فضل بدني يا إن نوصي المؤمن مرك أدو لنا الاستقرات بمعنى كبرة تكفي ووض النبي يبتاقي إن نوضيه لما يستريسا كبرة يسمعنا أنه أسر وبابن وبابن ويشرع عدى النبي صلى الله عليه وسلم يرى كامل ولما يستر المتكفي اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمة ورضيت لكم وكل مدينة مرك الثلاثة أولي ابن النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رجل مرك موضع دليل جارع خاص أن تذكر أنورين وحفظني بدل لا إله إلا الله ويأخذ لكن موضع ذكر خاص أسوى أروري ذكر يا خاص أسوى أروري لا تفضل بدل ما أروري واحترك نحن ثلاثة أولي أهل بدعة قارسون صلاتها الصرم كامل كان لقبها وحي إلى دان وأيضا قل دور مرسال إلى دان لا إله إلا الله أي استدراك يا النبي صلى الله عليه وسلم استدراك يا أوركي في وكذبه بين وراء مريا وحيلين تقول لا إله إلا هو تصبيح لك مصر ببرني الصلاهان عنك واحد وحيلين هذا الله لك صبح يا صبح نقول سبحان الله شعر الله هاي صبح يا صبح نقول الحمد لله شعر الله هاي صبح يا صبح نقول الله أكبر شعر الله هاي وأدمرك لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إلى آخره أبدا كل ما يستر إلى هاي أما سيارها كلا أسواء روري هل كان محوّل يشني الله تنظر الصور الله سبحان الله شني الله تنظر الحمد لله شني الله تنظر الله أكبر شني الله تنظر لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله هو بقرينا إلا لا تفضل برمي
اللهم يا صاحب ويسد النبي صلى الله عليه وسلم الشاقي في كفر البرنة نبدأ كيف يرى أن الشابنة النبي واسمها مركة وحوية كيدي النبي مركة إن الضريع لها خلافه لا إله إلا الله وسعامة إن يفر البرنة إن كان هم يسلمون بإعتصة إن يفر البرنة بل فاتحاني بدل كيدا أقل لا إله إلا الله كل دور أخر فاتحاني مكاكا أقلين بها سوارك والميا سوجي فاتحاني من الأخذ أقل لا إله إلا الله هابو أمي يا يبوك السبيع وهو حول الى صلاة لمن لم يقرأ في أمي كتاب أسلم ورسل أركان في الصلاة تسمي فاتحاني من الأخذ وحل لي تصبيح لنواعين كعين لي ثم كبطر إلي تحي لكن وحول إلي يبا واحتفظ من بضان الموضع عامل هو عي مئة شيء مر نبا مشي قصيدة وين الشعور وحي صلاة المامينا تنبيها كرين برارسينا وحي صهي فاستقار كذا وحي جادان لا إله إلا الله وحد عشر صح إنه قلت لا إله إلا الله نفسي إثبات لحنا النفس صبح دارنا يا ربي فلا إله مركو يا ربي النفس صبح دارنا يا ربي فضل حين كافوت إنسانا يقول فقد إنت إنسان ولا إله مشو فرقا سعينا تاسو أدعين وحيدا هو حصب للبدن إلا إله الله 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 الله, الله. يعني مركا وحوالي لفظ جلالها وإن يجب بك يا ربي فرقا سعي وحيدا ليه الله كان يقول بك لي ومركا سعب نوع العلي وقلبي قال لك السباة وحيدا حصب للبدن إلا إله الله قارك لا تسي الدرجة وحي إلى هذه الله لسيك ولا لسي فضل البدنية إن لغنى واقوحة كفر البدن هو إلا إلى هذا هو بابا كتاب كقريبا لي وهو أبحي وفضائشة لو كغور رمي فضائشة هو يا لهي هو واضمين معنى يدو حوي واي إصفاقا 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 تعطي نغنسا وحا قلبي جيسو التصورة يا قلبي جيسو كتو غرون بقلنا غنى يا ضمير كان يا وحا قلبي جيسو كتشرة أيوبا ضمير كان قلنا غنى وحاسوا أذكار مبتدعة بدعاء ضلالة نبينا صلى الله عليه وسلم وحنا نشاهدين جد عندما أنت ضالتها أي نبينا نشاهد صلى الله عليه وسلم ومن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحول لقي موتاكم لا إله إلا الله تسكين لمن هي جريد أسباب تلك قصو حاضر سي وحاول لقي إنسان لا إله إلا الله إلا قمة وقصة كرامية لا إله إلا الله إلا قمة مرت وحولي قصة الليل حارب يشوف من تبين النفي والإثبات انت قالوا إلا الله الجارين ومن فاع إلا يسوسوا بكرسنا وعلى الجرمة حدنا وحوالي النبي صلى الله عليه وسلم وحوالي لا إله إلا هو لقنا ما وحا يجي عكر تقصوا إنه كو خاصوا بحما يستأي سيرتين كرسوا يو نبي إلا لا إله إلا لقنا مصورة جرح مصورة جرح وعمي ذكرى نبي صلى الله عليه وسلم وحوالي إنما الأعمال بالنيات عمل الله إن كلام ما هي وحمرك في حاجة باعتبار كل أهاتي يعني مليونين بمعنى عملنا والله كلهم بلوا أخبار يعني هذا المركب حمال الله سنازو حمال كاس رادو دو مليون ولا سنب لوجا سيدا لكم عم فعيتو النية وحدها لا تسفي نية كل جهة حكومة الله أي عمل كسبوا سابق وطولي اللي بصرت يعني مركب حول النية أما الإخلاص والمتابعة إخلاص وإلا هلا وإلهي أصع في إحسان عمل كلهم لهي عمل إلهي يعني مركب درس فيها وصمعته أنا دورات كلا كلاهن مركب الرب لأن متابعة تتساوي على الرسول تترى علي أوضح النبي الشرعي إلي أي سهي وحنا تسمين إيسا وإن عيساطا مركب حوالي إلا إذا دمي ولا سبا لغت إلا إنت عمل الله بحن الله الصمعيه يعني صناعة وخلق النية الحسنة لا تجعل الباطل حقا نية لو أنا السني عمل كرون حق من يريده مراسطين تطريعة ولي كم تأيان بقمده ذا انت وحي رب من صليان ايدادات ان اردنا الا احسانا وتوفيقا عمل عند الليلة دي عمل سحما مركا الموقف صدوه اللي اذا لم حاول حوصل الثلاث سرع على وثلاثين اي وحي ايدادا ان اردنا الا احسانا وتوفيقا انا وحي لها كنا نتيلي اسوافة كنا نغسل سسما ان يجي عندها مجورين مراد كيتمان الله خاصة ارمي على كل حال قربه دو اسير لا اله الا الله له كلمة التوفيق كل واحد وان نفسي كبح حريمك لا إله إلا هو وحاوصي ناسي وطليلي وإن نبي قال لي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فأنت قصة التوحيد بالنيات توحيد كنيائي وليه توحيد كنيائي وليه أرد خاتمة ونستك بسوء التوحيد كل شيء أي مغرية تاصل إنتهى أي ركو داصل فأعلاها قول لا إله إلا الله فأبك أما قيدها إيمانك وحاوض فضل البدن أغفر ريسة حاجة فضلية
كلمة التوحيد لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وحالا أظهر صيصاق قيبها إيمانك والضبع إلا قبل يليه وحدثها لرأية وإلا قبل يليه وحدثها لرأية والحياة شعبة من الإيمان عشرتها وقيب كمل قيبها إيمان هذه الصهرين أصلا الشابر أمرك إيمانك من القول لعملي هاي أي نكهب اللي إلي أهل السنة إلي قبان بين سيدري السنة حديث أدني من سيدري السنة بخمدها حديث الله حديث صحيح بخاري ومسلم أي الله قدر السنوبية إن قصر الله يتقار صور أي شكي كتب أنت هاي حق السرابة قار صورنا أي أولم أيها الإيمان بدع وستون شعبة يعني قار صورنا أي أولم أيها الإيمان بدع وستون شعبة أو بدع وسبعون شعبة مركع على كل حال كان وقصر السوار نوحا نبي تزيادة له سوار السبعي إثباتنا يسمرها دين لها لي ويقب صنع نوارة الشيخ الألباني يعلم خلب الجحيم صحبة الله عليهم جميعا مركع إيمانك شو أبو لي هي قيبة فرب بغل قيبة فرب بغل بولي ستعوده يعني كتاب كالطعاويه مركو إلى هذا والإيمان واحد وأهله في أصله سواء وقوته وقلبه وحو إلى هذا إيمانك وشيء واحد واحد سلوي ومد أهل السنة والجماعة سيدة مقران غلب يرى أمامنا لها خلق يرى أي يرى كل أي عقيدة الصحاوية أي مسألة في حبيثة أهل العلم هنا أي براروسيين يعني كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني وغيرهما يعني مركع ابن باز الألباني اللي مركع على وكلمة سيدة مركع براروسيين إيمانك الشيء واحد معه وشيء متعجدة أمور مركع بضان أو ليسوك جوي إلى إيمان ليسوك هذا أمور بضان أو ليسوك جوي وقولي عمل بلد فإيمان ليسوك هذا مجموع هذا الشيء واحد معه وأهله في أصله سوانا زيادة النقصان تأيي مثل الدرس اللي نقوله دونا إن شاء الله تعالى. متى شيء واحد ما هو شيء متعجلة. أمواتب أمور اللي سجل يسجل يعني إيمان فوية. كتب العلماء كان لفين شعب كإيمان كا. ولا ماذا كان لفين وحكم إذا الشيخ الشافعي هاي اللي رمت رأي الحليم. ولا ماذا قال لي أفراد كم له وحنوم علينا يا أفر بقول يصدق متى هجرد وهاي إنه من فين. وحالي في كتاب لإيدادهم المنهاج في شعب الإيمان كتاب تسأل لك هذا هو الله طابعي طبعا آبخن وخلق ضمي لن يكبر حال أي الله طابعي صدح مجلل إصدقاء الله صور صاري قيل كم إذن كم قنطة أو ناقص فيها لكن كل قيل كم إذا وحلق سحقي كنية رسالة مركة وخيمة السيرة مدكتورة جماعة أم القرى أي وحوي اللي هو مركة تحقي كنية دراسية تحقي مثلا وحلق عسر صائم ودوان صادقة قال لي يا رب وحتى لو كان لي في بيهقي وهو سبنا لي في كتاب الجامع في شعب الإيمان قال طالعي ومطبوع طبعات متعددة وكر الديون أي الله طالعي مكا إثناء ومطبوع مكا يبو وحي دونين دور يتضغط في قيبوض حديث الشيغي إثناء لهين يسوع الإيمان ونبي وحي نوشا يصدق المرض بك الشيغي وهو الشيغي قيس أغسى غيسى قيلها إيمان فالضبط أغسى غيسى وعه قول لا إله إلا الله يدور صوبها وصيه وعه إماطة الأذى عن الطريق يدور رحلة الشوء الحياة شعرة من الإيمان وعمل قلبية صدح يا مريانا إنتي ترى وحي دون اجتهادها إنه يسعى إيمان وإذا لم قيدها إيمانك صلاة كاملة يعني مركز ذكاء كاملة فهمك كاملة يعني سنة سيدنا لما قيده دون اجتهاد إنه يسعى إيمان في أدلة مكة باربارة وكذلك على كل حال في سلطة سنة وحولية يعني مكة وكوى الرمان لكن اجتهادهم يكون أي مليان ما حسيت شو ذكرت لك إذا قبلت إني أصيبه لكن بعض الشعب تكمله إن وحولي أي مرتا أرسل أو كم ضم إني كفج عند سيرون ترى وحين نجد بين مسألة صلاة أو قصر صل يعني قلب خلي حد الملايين أو قصر صل إيمانك زيادة سئل النقصان فيك مراتب الإيمان ويا رجل بجانب إيمانك عند أهل السنة والجماعة وسيادة وقربة وأنا النقصامة الإيمان يزيد وينقص إيمانك وسيادة طاعات يخيرك في السيادة وقربة تنحي عقوبة مركز طاعة الله ما تقول ولا شيء إيمانك وسيء عقوبة شنو السيادة إيمانك لو حلو دليلة آيات بدن آيات مركز دليلة آيات بدن لو دليلة فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا يعني قوة مركة وحوية مؤمنين فإيمان بيكر إني شبالي آيات القرآن في السورة السودية والذين اهتدوا زادهم هدى
وآتاه تقواه كوني هنوري إلهي وحكر لي هنون بأسيادية ويزداد الذين آمنوا إيمانا يسيع أخرى الصلاة مركة وقال المؤمنين إيمان أخرى الصلاة يزداد إيمانا مع إيمانه ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا يعني المؤمنين توسع مركة إيمان أخرى الصلاة بكملة وحيالها في النظر بمعنى امتحان فقصة بصد كرابة إلا الشيئين فقردوا سوكي أمراء الساعة وحكمل إسلام المؤمنين في إيمان أخرى الصلاة مركة آيات بدل فقصة عراري إيمان كله الزيادة مركة مرها إلا إلوى الزيادة إنه نقصانا وابقرنا إسا وثالثا لأن سيكا الزيادة أقبلا نقصانا وأقبلا سيدة غالبتا يعني سيدة غالبتا سيدة غالبتا وحيلنا النهاية إيمان كملائكته يعني والسيادة يمن نقصانا إيمان الملائكة يزداد ولا ينقص والسيادة وقرناء لكن من نقصانا وإن الله وحول لا يعصون الله ما أمرهم ويسألين ما يؤمرون مركع على كل حال وحل قرنا يما قال لي والسيادة إنه إيمان نقصانا ودلالة آية لأي الله جنسة الدلالة الالتزام وحل إله ذا أي الله قادم إياه وحتى قرنا إيسا مركع السيادة انت الان السيادين كهر انو ناقص ساعها يصير الخيارا فسانة سهلية وامدة كلاب زيادة ايمان في النقصان في سواحة صلى الله عليه وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم امره من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان قلت الصين كملة او منكر مركع اركي هدوء غادين واللمدة جعان في ساتبة دلوقتي هذا الأول كان واجع أنت إنه كبد الدلو كبدوري عرب في ساتو كبدوري هكذا الدلو هذا عرب كان أول كان واجع إنه كبد الدلو قلب جديد ساتو كراهية ساتو جديد حتى وحيث كان أنت بكم مقطع ممكن كلا بدل يا صغير في سيد الجلاد يسمع كل رجلا هاي يعني استطاع أول كل رجلا استطاع ولا شيء بس قارك يسهمين معها بس قارب واحد يسهمين كينا واحد صغير هذا هو أما وحيالها من خلاص كان مرسى أركض تقول أنه حوالي تعال فكرة بلعبه إلا إنسا اللي يقالي أنا للجلاية وانتري فرع وحالا يرمي أساس استطاع على شرع وسيدي ما استطاع على شرع وسيدي وإن ضرر كربة بلي المسجد كربة بلي وإن أنه كربة ينسي سيدي لكن سيما الشقة يلي باترى هدا تكري ترصد إلا تكربة بلي نفض على نيسو إلا تكربة بلي نعي كربة نيسو مرسى وحالا يرمي استطاع نهي سيدة لأولي استطاعنا هي سبب الأرمية أنا علم وصاف استطاعنا في تعريفيات وحالة كبيرة الشيخ الإسلام ابن سينا مجمع فتاوى مجلة التسجيلات أي الموضوع عندها تسجيلها الإسرائي استطاع لتحديد شيء لو كتبنا مصر وكذلك ابن أبي العز الحنفي في كتاب فيه فسخ العقيدة الطحاوية وحال يصدر مثلا أحد الأيام مثلا استطاع على يعني متى صرت يد أي سهي ضرر إلى المسألة كبدا في سوقين ونخدم على مين لكن هذه اللي راح تيجي مثلا كبر في سوق في أي سنة ولا يسوي سوق عطاء سرع ولا يعاد. سنة في غابة مرت إلى العيد الحنفية في سنة العقيدة الصحاوية في سنة السنة. ما تقول ما يسوي شيء لا وفاتي. استعاد الشيء لا وفات. لكن ده تقرص لي سامين مع هاي الصفات. وحن ترى في المامية حديث سوء وحو في المامية تغيير المنكرات في درجة بلية. وبمعنى مرجع أنت اللي قبل جلية مرنا أسفل اللي قبل جلية مرنا قلبي قال إسرائيل إسرائيل. قلبي مثلا إسرائيل إسرائيل وين المسلمين عبا وانا ان هجاله وين كريسو اكتتتا او هي موكر فيه قف في السمين ايوه اتاك السلاسة الرضا اتاك قلبي واجكر اي اسنة وكان عيا على رأى يواجب في كما صابحين فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري على الهلا فري السمين الا ورس رأي دباسان لكن انا وكفر لي يحمان في مكافوها بالهلا يعني ايا اوصل لي يا قلبي واجكر اي اسنة يا صناعة وباطل وحانا سيئاتي فتاوي ابا عمر بن عبد العزيز وقت يجي واحد على القصة لمن وحوي خمر عبدية أيام الصقر مرجع سال مين كلا لا لا تقول مرجع سال مين كان يسمع عبدية لكن لسه جديد أي عمر بن عبد العزيز الأول يمكن أقول الله الصماء كذا حرامي عبد حلاسي ولا تصوم حلاسي أيام تصوم عمر بن عبد العزيز وقت يسمع أودي يسمع كل العرب حلاسي بسيد خمر يبكي عبدية مع لسه بسيد كل العرب يقول سلام حتى وحوله على كل حال يغشى لي تعزير أهان أي يغشى لي مرسول إياه صد العرب لكن حتى ما يغشى لي على جمال سلمان على كل حال
يعني حوالي قلب قص مرته قلبي ذكرها ليسر يخ أوزي يعني أصي جعل مثل الآن يصب الجني كريني وإنه مرت على الأقل هدوء أول سوي وإنه قتل وإنت حمان صار لوضع عن الصفر هذا حمان صار مرت لما صار حمان في آن الصوين والله صفر الفكرة وإن قلبي طيب غاية فلا تقعد معهم حتى يقود في حديث غيره مرت على أول ما بعد حتى يخالفه ما قبل حتى وكم كواحة حتى تقدم بيا وكد وانت الوحة حتى تهرية بمعنى وحيوه يحارب دورك تلاقي الدباسين يحبوكي هراء يسرحه وحال الله اوين شراء انا اسم سوري سبطية وخر يسر كسا عيدا لكاهية انصر هنا حديثة وذلك اضعف الايمان حديث وحو الايمان كله كاسي وحو الهي اضعف الايمان اي من غيره كوا كلا ايوك ايمان فيه كضعي الصيام هذا اللي ضمت يلا ايمان فيه هو ضعيف وهناك فرق بين أضعف وضعيف هذه اللي هذا غضب من الحوض وي أترى هنا فلان أضعف من فلان هذه الهرية وكتها قدرية ما أنا صعب ضمين أبوص السهرية إيه وحوالي في المارية بمعنى وحوالي حاجة كقدرية صحية أما أهل العلم ورسال آخر أن صغبت ما تليه من أصحر شيء في الباب إذا مترمي وغيره وحي إذا هذا أحاديث فقارتب ما كي مريان وهو أصحر شيء في الباب حديث ضعيف الصمرية ماذا تقول يا حديث ثاني وحباب كانوا بسهو اللي هو تحدث في حاجة يجب لي هذا الرسل سيسح الله وصغل معها تبدا تكت في موقع خير أصحي سيد في الباب من الله صحيح كم لا صحيح لي وحاجة كل صحيح لي وتكين هو أصحي سيد في الباب في أصح ذوني ريال صحيح مؤرد لأنه كان أصبح وحن هو أصحي سيد في الباب حتى في حاله وحيائية يعني الحديث ثاني أصحي وعقول إلا أنت بنيها لكن أنا مثل ما رأي نفسي صار صحيح اللي أنا مثل نفسي سوى ضعيف ما تفوت عليه ما تعرف أن هذا حديث سوى يعني وذلك أضع في الإيمان وحلو بس هذا كتلا إيمان في سوى ضعيف فيها لكن معها إلا بس هذا إيمان في سوى ضعيف إيمان في سوى ضعيف إلا بس هذا معها حتى صار وحي علماء قرطبة ثقة سيد حافظ ابن رجب الحنبلي شرح حديث جامع العلوم والحكم كتاب سيد هذا جامع العلوم والحكم وكتاب أبو سليمان البدر يعني علم سبها يعني كتابه حوالي يعني لحد من العلم عهد فمركع علماء ومركع متأخرين سؤال قرين ويريح وكتاب عضو علم ضبط مركع سيدة تقول آذي آذي الله تعالى عضو كتاب جامع العلوم والحكم أدري مهمة الله قال مرمان وحوالي رمي يعني أضعف الإيمان مركع اللي يريد كما قالنا يتقص إنه آسي يا الجلاري وحن انت رسائل ايمانك النفسيسي وحن جنبي اهين وكل نقصان واسير سيري سرطان وحن جنبي اهين وكل نقصان واسير سيري سرطان سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يريد ما رأيت من ناقصات عقل ودين او لبن به نقض من كنا ما ارسل بها النبي صلى الله عليه وسلم يعني عقل دولة اي الدين تودو اي ناقص طهي او غمرك يعني غالب نقصب بضن اما اغهرين بضن اما تبو ليس بضن يعني إذن ثم تسيري نبي صلى الله عليه وسلم بمعنى عقل دين وارناقص دين سين وارناقص هذا ما فتح عقل يا لدى سرع ابن قصانة أو حوالي يسجع عن سريسان يا يعني هو سكر ريسان وصلا أمك ريسان يسلا أخي يامين ريسان يسلا أمك ريسان وكغال ابن قصانة هو سهر ريسان وسجع عن سريسان مثلا حوالي نقصان بالله تلماني دين سيدا الناقص ثاني ربما واحد إذا ذي حديث سوى حوالي جلس في سالة جسد غيره نقصان كدين سوى حوالي وقتية ذي حالة الإنفاق كتس غيره لبدا بيج بيج عادة يبيج بالمرة حتى لبدا بيج كتران فإن الصلاة دي الصلاة لا إيمان صلاة دي الصلاة في إماكن تعين لا إيمان إلا معصية معها ودواء إلا له مادان ما بس يبسون كفر فرع إلا ما تنسل أمره حالة دائما لا إيمان صلاة دي الصلاة صلاة ورب صليان ومحر مليان ما هذا هو حوالي معصية في معها إيمان كوري أما الدين كوري نواخر نقصان ثاني مركا قصة الأولاد الثانية يجب أن يمكن في تعين في أسر وصد الجيرس هذا هو حوالي إن مركا الدين في سيرو كان ناقص يهي كان أولاد الثانية يلمي أنقص كي يهي ومركا يجب في درجين فقه وصي أيها لك عبانية موضع إسائي كحد إسائي نبتي أنه حوالي ذلك أضعف الإيمان مركا إيمان تدخل وكان ضعف كي يهي متساوي أحي طلق قابل الله سلك أولي مسؤولي هاي أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه وأهله في أصله سواء غلبين
مرسول الله هاي وأهله أي وأهل الإيمان إذا إيمان سأؤه الكأة في أصله أصل الإيمان سوحي كله سواء أي مستوون صار مرسى وحوية تسمى وأصل سير الإيمان كإسل أج سمعت وغلط تساير بعلماء وحياة تفاوت عظيم وآبي يا أقل تدبع إن أنصر ثلاثة جنة ابن أبي العز الحنسي نوحو دون الحولان نوعا ما إن أعود الضارة أو يرجى سعى أيو الضونا مرسى تفاوت الأرمى شيخ مؤرن إيمان تستمين لها أصل فيه تستمين من بولي فرق أنا أقول حيان لها إيمان تستمين لأن إيه أصل كإيمان وتسبيق أهل التسمين لا تنحو يصال لك سيده وحي علماء بلداغي وتعليم بارد أهل يعني حتى قوية ما وأيو أصل كإيمان كنفسيس وتسبيق أول وكرة تجيه وذلك اسمه تسبيق الأساء وتسبيق مركة أنبياء يتسبيق مركة وحوية أبو بكر اسم الأساء تصديق أبو بكر وتصديق الصحابة عند مركة حاجة درجة لأقوها وصيفة اسم الله أكا تصديق عند الصحابة حاجة درجة لأقوها وصيفة وتصديق يمنى اسم الله أكا تصديق كل شيء متفاوض تصديق روحة وكمل وعلم وكلا مركة روحة يكمل أنت المسألة وليس للعلم والتفاوض الملية هل يسمى مركة على كل حال سيدة وحوية مركة أي أهل السنة والجماعة قبان وتصديق النفسي في مركة درجة تصديق على سجن فعي قالوا إتلاء كير وتصديقوا كالحيض بغيه هاي فصدى الصواب كالصحبي هاي إمام النووينا شخص مسلم كمركو سرحا يصحرنا يوم أظهر أن التصديق يتفاضل يعني سيدة مركا موكا تبضني وإن تصديقوا مركا كالتا جيه وهو حوالي مركا قاربا أجل أخرى بضل مركا أوهيا تصديقين سيدة قاربا أجل بضل أوهيا قاربا سنو الملأ أذنية قاربا سنو يعني مركا سنو فصل أذنية يعني وحول يقين توكل يقين دريني قرب تسبيق للسكي أخباري كراء قرب عن السكي أخباري كي نو يتاس أرمية حفظ ابن حجر نفس الباري وقصة أرمية إذا ده مركي سيشون هذا القاوة وكرر المغرمية مركة تسبيق النفسي في اسم الله مثلا مثال حسي هذه الصغار هذه موسى قال لي أنا واحد تسمى قال لي إذا وطائي وقصة الله مركي سوحى المركة البلاد السعودية وطائف بالإلى ذلك كل روح بخوش يا جاي من جاء لي على المحل روح بخوش يا وروح بروح تقانم يدوك في المدارة طائف لجي لهذا عين كان أقبل ذلك مركز سنة فيها لويش يا جاي واتر دي قيسا واتر من السنة توتيس بس كلا هذا بخوش يا جاي تسيق وشيس يا جاي سمع فرب براء ومركة وحوية يعني آه فرب براء بخوش يا جاي ومن ولي بخوش المدارة عين كان تسيق وشيس كل جاي مركز بلا إيجا يا مجالي بيشري يا مجالا لي مركا تكسي يقين تسوق في الوسيط يا بيتا هذا هو اللي جاء سكين جيا مجالا الصلوات كل وري هذا يكسر صوت لكن مجالا الروح كان يكون سيدي يا ومثلا وقال لي المجالا خارف لي لذا ستا وقلت صلى الله مركي صلى مركا بركا إنجليسكا هل روح باكو سيدي وانا قلت لك ونسيدي ما أظهر ما يكسر وحي السلطاني كالتاكار إسكال كما قال إلا جاء سكين جيا وتكارف لي قانا كارف بمعها وحوي والي بصول يعني ملع كلا يكون إيش هذا في السوري كتا لبقى كل ذلك إلا ذلك إلا في السوري كتا مركا يقول إلا جان سكي جلي وأصل السوري كتا وادعي كتا مركا تصديق يتكت تصديق بو أقبال سرام إذن ما أقبال سرام نفسي سوى متفاضل بكرة جهة إلا أنتنا بكل عناصره قيده الصوت أو سيادة عمل الذي لا سيادة وراهي لا سيادة وكل ذكر بدينه لذا إيش أتركا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يعني قرآن أخر ليا ورجي ليا مركا تصديق تهليك تعيد يعني مركا واكلا هذا الشيء إذا بدأها ويكلا بالصغير يبدأ الصلاة بضل وصلنا يا الله بضل كذا فالبا هذا الشيء النقلية إلى أن فرق عليه زمانيس بجر الموت وقت يسير ذو قادس محمد بن مطال حتى عبيد الله بابا خلا محمد السجاد بان ريت من ذلك وصلنا بضل أو مطلقة مالا مدالبون بان يوليس ذلك أي تكنتر الصلاة خير الموضوع فمن شاء فليستكتر ومن شاء فليستقل حديث مركا يعني صحيحة الشيخ الباني عقلين يجب سنة حيث صحيحة وحبو تلماما يا صلاة بوحة والصنعية رئيسي عن كدونا هذا الصلاة كدونا هاي رئيس يعني وحلا بالصلاة يا رام حي والصنع كمطلقة ما ها الصنع يا يعني بلا رانا يفعل وقتية واحد جدا صنع كمقيد كهو سلسلي لكن هو مطلقة يعني وقتية لما انه يموريانا انت كلا فممنوع ما ها تقص بالصنع عبادات مطلقة والله ما ترى صنع يا رام حي عن وقت تكيد الله في غائمة حتى وحوية
حد مثلا أعماله وكل عمل بدل نبدأ صدقة بدل نبدأ صلاة بدل نبدأ وحوية يعني الصوم بدل نبدأ وحوية حج فرض بدل حج بدل العمرة بدل الله إيمانه ينهاش أعماله خير توالى كلام الصلاة أخلاص خير توالى كلام الصلاة يعني علم اللي مرة وحوية دين في الشريعة الله كلا أقول لي هاي والمكر بريه ما أصدقوا كره ليه إلا لجنة له آمنت بالله والنجاة عن الله إلا هو مني ولحق الله يسمي من الماء ومني لكن تفاصيل فرب ظلم هاي إلا مجمل هسته لبع الشرائع ذو العلم أولي يسره ما سلمي تفسير أجاري إلم لين صلى الله عليه وسلم بجار بؤه لي إيمان تسوى إيمان مفصل عه لوكي إيمان بريه كان إيمان تسوى مجمل هاي إيمان تسوى صحب بريه زياد لي أعطى العديد صدو الضرار ويسي في مفصل كالأول مني سيئا فسيئا أعيبوا أرسي أما حديثت أرسي إيمان بأخر لي فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا يعني مكا سورة محلي كل مؤمنين إيمان بأخر لك سورة 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 إيمان بأخر لك مكا سورة كالسي أعيب كالسي حديثت كالسي أجابه إيمان بأخر لك إلا خاص أهم بأخر مني كمي هذا مرة درس مكا وحاول إيه أدل لك مركعة مفصلة أي سيئة مني مثلا وحوالي تسكيك سوى حوض بنية يعني وحكا الصور لبسة مرية إلا تسكي جلية مصورة جرعة تسكيك سوى حوض بنية هاي واسياري مثلا أنا تسكيك إنسي يعني مركعة وحوالي هذا هو مصدق مؤمنة لكن هذه ما في سيناريو عدوني تطلع بنية لكن في سلالعان هذا كل ما لها ودداد لها وهي إيمان مجمل هاي الساعة إيمان في سؤال ومحوض بنية لكن هذو شرع كل من الله هو أن فعل هاي آخر وبالذال لها يا لكن هذو انتحاره في سنائي عرضيه في خلعانية قارن الإيمان كوي بسيطة دوره وقليلية وفيك الصلاة في سنائي يعني كما الله بنا هو النبي بحق صلى الله عليه وسلم وليس يفع يتعلق على الأسعار اللي وريكري دينت مكان الله ميسا مرقاتي الله ميس أبرقاتان من يسار بها لبوك الكرية ومن يسار وحنفت مركبة بعثينا يوم معها وطلسي صلى الله عليه وسلم وليس يفع من شر ما هو على جد العبية مرة ما سئلنا ولا لا ولا ما كنا قلنا كما جسولنا يا مي لا يا بل وقت الفيديو مرة تكى إيمانك ومحوها ونبي صلى الله عليه وسلم توحى كالجنال سير وراه كيوها فيك استطاع الله فتنا يا إيمانك من وحوالي مركة دقاقة يا معهي أما ماشي في السورية مركة وحوالي بكل عناصره إيمانك والسيادة شيخ الإسلام ابن تيمية الإيمان كتاب الإيمان الكبير كتاب كإيمانك وين وحاو كلها بالأيام إيمانك هو إنه السيادة وإلى قدر النوع أما سجاد نوع إنه السيادة أيه كذا بالأيام أو جهد إنه كلمة من ميلة وكمل أو حوية سيادة هو السيادة أيه مركة أدلتها وحكى له الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان حديث صحيحة لأنه محمد صلى الله عليه وسلم نارك وحمد يصب حين يأتي لا إله إلا الله يريد أخذ واقعي يضع قلبه سأي كترسه قرآن سأي لأب أما لمي سانه وإيمان قلبه سأي كترسه مالك الاعتقاد كإن سأي لأب أهضير قرآن سأي لأب أما قرآن سأي لمي سانك إقرار كشهادتين سأقري كلبا لأليه من نارك وحمد يصب حين يأتي حديث كواحد أنا كتر شيء إذا إيمان في الدين نار مركا وحلا يجو إيماني كقلبي يسكت درهم وحلا يجو إيماني كقلبي يسكت إلى أن يسوع جاء من إسقاط ذرة من إيمان هل كانوا حتى قبل سيمان في المتفاوت هاي وحتى إيمان في قلبي يخص ذل حديث كان صحيح هو الدليل وياي إلى رأس لا شيء هل كانوا حتى بحيث هذا الكلام مركا إلى أبو جعفر الطحاوي وأهله في أصله سواء غلط منه فأنت أود ابن أبي العز الحنفي وهو برارتين يا تصديق لسيس إنا من سلاكين ما تدن بوا برارتين يا أو حلو أرانا يا تصديق وتصديق كثما أي هذا التصديق ودو السيادة كالليا وحكا سوقا تابو يدك مركا البصراء يا أرق له أو حركة البصراء أصحاب البصر بسكو أرق مان أرقا إنه الرادو شي خيري أو مسافة بوحكارك يا وحي شاقان تدو حوالي مالو سيبادي عارك حدقا يا حدي أي سيان وحوالي وانا مركا وحوالي عنده مركا يأذن في ربني أما هو يعني مركا أرده بإستيادية طبعا ميل سوى حكارك يا طبعا ميل لو ميل لحو حكارك يا طبعا ميل لو حكارك يا طبعا وحوالي يرى مرايب له بشمه يا وحكارك يا ابن أبي العز الحنفي قبل يستدير يد وشير يا أولياء قربا وحوالي مرايب له له بشمه يا
أو واحد آخر يا مركا وحوية الواقع سي مركا علماء يقامين يعني المرايات ده مركا ديدريقة يا مركا أرقة يعني إني جبت الواقع ويقامين واقع يقامين مركا وحوية أصل كإلى أركان وكسمين هذا رمو تطاويتون ما يعرف يكوير ويكوكرة تقيير من مالا وحكارك يا من مالا وحكارك يا من مالا وحكارك يا يعني مركا وحوية سياسية لأوكرة تقيير مركا الزيادة هي النقصان تإيمانكم سياسية ضعف أي مركا وحوية عقلية يا الشرعية اللي هو وقوته سنية الأهل السنة والجماعة واسقوا فقير أو واسلوا قليل قلب كتبضات أن يوجد بين وحوية ومراتب الإيمان إيمانكم حلية هاي وحلية هاي مراتب مراتب حلية هاي صدح مرتبة أي إيمان حلية صدح مرتبة أو إيمان حلية هاي وحوية وعصر الإيمان واجب الإيمان هي كمال الإيمان صدح درجة أما صدح مرتبة أو إيمان كلية هاي ويا أشياء ربنا أيانا مركا وحيالها لأي جلي كرام وأطل كأي واجب كأي كمالك أشياء ربنا لأي جلي كرام تصف ربنا وحي مركا جروايين إن إيمانك مراتب لأي هاي وصدح المرتبة الإيمان كفرق لأولي حي جروايين لأنه واحد كدعبي واحد دعبي ويكون بعين إنه يحوي أدي الذي معنى أن لو قد شيئا أهل السنة أنا إليه كفة السرين إنه يكون فطرين أو لك عين أي يكون بعين مثلا هذين الصوت هذا أشياء هذه ما كان لك الصوت هذا يعني جيتك أما قفك أما يعني أعماش للسنايه صلاة دلتك هذا الصوت هذا صلاة وحيلة هاي وحيلة أركانة وهذه اللي قصة صلاة أيني أصبحيني ما كأصبح شيء صلاة أصبح ما يهدي رتبي لقصة أما مبطل للي ماذا بعبارة أخرى وحبوري يهدي للي ماذا صلاة أصبحيني وحنا صلاة وكأصبحيسا لكن واجب بها اللي قصة وتصبح مع الاسم على الأورانية وأصبح بي صلاة وكان جدي لكن آسم باقصة هاي مثل وحالة فيه وكد بودي على الأورانية وحنا وحلو هذا مليا صلاة دينا واكاء صحري دم دينا كما قد في تجيستات كتك في هيا الشيء صبر لبعض كتك سوكان مقصامي او صنياشة تجيستات كتك يسف بعض الصنياشة كاملة وحينا قلنا نساء فضيلة دي أثر كبا كان مقصامي ذا الأرمي وكا صدح يبقى الوضع إيمان كان نوقع بنا صلاة دينا واقش مارسة صلاة دينا تجد من نوقع صنفي حدش كتوقات حدش كوحولي إلهي وحيالة أركان وأنا حدث أصحي من لأنتو أما وحيالة مركا وحوالي حدث مواد بريان وأصل في إسراء الصحي معي سيدة قلم لين قبل التحلل الأول جامع زوجته قبل التحلل الأول وحلو رأي حد كاسي يعني مركا وادري بمعنى وحوالي وصل مقضي حد يعني مركا قضاء باهم وحيالة كان أولي بكا جواجبيا حسنا وحوالي قفكي وكاء الصحي يا يقلل لهم كلمة أيه ولما هو أنت هذا واجب كتير يوم أما حرام بسم الله ليش بتواجبي ليجا فكبا يدم جبرة كبيس أي الله يا ليجا نفوين الجبر على حرام بقشة ما كان وما حي كمان شيء واجب كها واجب الحجبة وحول للمال وحبا كم مكان وحين وحلو كلا يا ليج كسر وعنك نوع كراء الصدحات ثم ياشي وحيارة السابسان بقية تكتر وحيارة ثم ياشي كل سابسان أيها كتكتر رسولا بوليا طواف وكلمك طواف يصوص ميال بلغة هنا الوحوية حجر الأسود كاف هنا الاستلام سأمر بن كفه دل أول كفه عن العيد لبينين ثم ياشي كميلة مركة وحوية ثم ياشي أمر كتكتر وحال الله رمي حرك كما سعرب الله رمي من الجنباري لكن فضل بعد حامقا ما تصدح لي أنه قيد لي إيمانك حتى كنا وضع شيء مرتا مثلا في السوقات أنا قيد لك عبد الكريم يعني مركا حضرها يقول سيدة أقدر ما يسترينيهين وحنا يا عبد الكريم لكن لا سمح الله هدي إذا عبدك عن سنية عن سنية اللي يتشرف عبد الكريم ما كبها غنية لما لا يعدين هدي اللي يتشرنا يعني نقصان واكمي هدى لو ولي عبد الكريم يتون معنا نحن كما في ذكري مركب حوالي إيمان كيو ومركب مقيه إن هذا الإيمان لقوم عادي كرا لقدر يشري مرتا أو مركب حوالي قربة وحيرانة يعني أنا أقول عكمل
هذه إيمانك قولي عمل يهي أو وحن أضل مجموعة ركوة ردعه هذه وحيد بغمتين يهين ليهو إيمان النقنية سوى النقن كراب الله رمي صلاة يده وحن مقيس وصل صلاة دهو مقعاري واجبات مع النقنات لا صلاة فارغو مقعاري حتي واجب لا يتك هذا حتي فارغو مقعاري قفك الحاجة في صغار باب وآي هذا قفك وعي ومجعي لما بدل مثلا كسوا قاد مساتك مساتك واحد جمي جبال مسجد معهم الله رمي يا ومساتك يعني جيالكم هدوا ولا توا مساجد نقصاني هكو سبناسي لكنه مساجد أضوه مكا وحان شعر هاي بل أهل علمي قطر صوت أرلتا يعني سلاي وكي المامان إن المركا إليك أخرير وهي وحا سورة ذكر فإن ليس بلاده وإذ ككلام إنشائية أو مركا يعني عبر أيه ولادته علماء وحكا رسول النقلي مكا يضع وحول وحيرا الشيخية واحدة أدلة فرديان أيه أهل علمنا أي سلمانين نقولات كان عن واحد وغنك أبصري أي سهل زمن بضان عن وقت بضان بقادر أيها هذه نقولات كان لصول نقلية مركا تيموكا للسيئنا موضوعة في بوضنا عن أشرحة يعني واتفني قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ثم هو وفي أشياء دائمانك ثم هو في كتاب بمعنيين أصل وفرع وفرع واجب فالأصل الذي في القلب وراء العمل فلهذا يفرق بينهما بقوله تعالى آمن وعمل الصالحات والذي يجمعهما كما في قوله إنما المؤمنون ولا لا يستأذنك الذين يؤمنون لا يستأذنك الذين لا يؤمنون مركب حوالي لا يستأذنك الذين لا يؤمنون مركب ليلي كان وصوقا صي حديث كمركب حوالي الشعب كان وصوقا صي وصي عبد القيس حديث تصار وصوقا صي مركب تشيخ وحيلي موضع شاي وهو مركب من أصل لا يتم بدونه ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وصادق بالخيرات وصادق مركا وحي تشبه العلماء وحي إذا صدق المرسل إيمانك وحلقت هذا يا آيات من سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم صادق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير مركا وحوي كمال الإيمان حتى حصليا وصادق بالخيرات كواجب الإيمان لم يلكن وحيالات مياشة كالتقي إستقوى مقتصد كالحوالي كالتقي الواجبات كالتقي لكن أصل في إيمان كهية إستقوى حويها وظالم لنفسي وكان نفسي تظلمي سبح راعي آيات أقايد الصيد طيب مؤمنين فنا أقايد الصيد مش فاسقة لكن إيمان ذات الشرح فاسق نوايا اليومد وحوالي إستقوى مؤمن لما إيمان كما لقلنا فينا لما إيمان كما الله صغير إيمان كما قلنا فينا وحلا قلنا فينا يا واجب الإيمان إيمان كواجب كيف لا قلنا فينا مركز سورة وهو مركب من أصل لا يتم بدونه وهو إيمانك يا هاي مركب من التركيبية وأشياء يفرقها يعني هذا واحد ما هو مركب والإيمان واحد ما هو غلط وهو مركب إيمانك هو شيء مركب وأشياء متعددة أيها يفرقها يعني لا يتم بدونه وحاول أن الكثر من أصل 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 لا يتم بدون يعني الآن في الإيمان الهني لا يتم هذا وحلوغة شيئا أن الهن بلوغة شيئا ومن واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحب العقوبة يواجب ليس لك هنا حيا لو واجب هذا والنقصان تقول نقصامه ومركا إيمانك لا نقصامه نقصان تقول قلت كم متيسنة عقاب عقاب كم متيسنة ثلاثة أوليد يعني مثلا الدلة الصعرة سيتلمام لا إيمان لمن لا أمانة له لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن يا والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسي الدلة الأرضان وإيمانك للنفسين أيوه قال ما قصد وحيدا كمال الإيمان بل المسلمين لكن ابن تيمية وحورنا إياه كمال الإيمان يعني ما وحي كود أنا أقول شيئا كمال كي واجب كأهم تكلم كمال كي صنعة أهم كمال الصنعة هذا يقول شيئا وباطل وي وأنا كذا مرجع أبي إلى ذي إيمان في لفتي سوى لما يسريها كمال مستحرة كمان وغلط وباطل وي لكن كمال واجب هذا يقول شيئا وصح
سيدات عودة إن الكمال كلي الوقافتوني ما في عنه إلا يراه واجب في إيمانك أما كماله الواجب كمال في الواجب كأها أيال النفيرية كمال الصنعة يعني ما كان لما النفيرية لكن كمال واجب على النفيرية فتاوى يا شيخ الإسلام بن تيمية وحوله إيمانك نفي مخصوص تلقو النفير وحال الله استعمالات كلية إن أصل كلا نفيرية يعني واجب كلا نفيرية لكن كمال مصطحب إلا النفيرية الدنيا لك وما ضل عيني هذا الكلام يا هذا الرسول إن إيمان النفي ولا إذا ما كمال مستحب كان النفي يعني أدينا لا مرة ولا مهيئ لكن وحوله وحوله استعمال النفي جه إيمان كلا نفي ريو أما واجب كيس كماله الواجب إلا نفي ريو أما أصل كيس إلا نفي ريو إنه بس القف وقال يعني كمال كيس واجب كلا نفي ريو إلا القف وقاصد أصل كإيمان كدليل ويا كفر ويا منايا واجب كإيمان كدليل ويا نفس كفر ويا منايا كمال كإيمان كمستحب كدليل ويا وحيمان يسأل نقص الدرجة درجة أول نقصان تأسس إيه كفر لله ينمي ونقرم دون هذا العيد وحاول يؤمن مستحب يفوت بفوات علو الدرجة أدرى صدق أمره من أصل لا يتم بدونه ومن واجب ينقص بفواته ومن مستحب يفوت بفوات علو الدرجة مركب وحي إسرائيما وحي مركب كي من أصل ومن واجب ومن مستحب صدق أمره اسفكر يعني أصل يواجب يا مستحر ولا يسوق يا إيمانك قوة ربعه مجموعة ليلة هاي وحول الناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وصادق وتدحى سيوقف في وصدع عيضا وشركة كالحج والبدن وكالبدن والمسجد وغيرهما من الأعيان والأعمال والصفات إيمانك حج شوك وكان يقيه ويسوه مسالين وحج مروى بريا أصل في سوى شريا مرنا أصل في سوى شريا واجب على جسده وكان إيجا وبهضين الوكرة مرة درجة إنسان ناقص أو ثم يلبى لجسره مرة وصل إن ما هو كل جاية كل حد حد فوق كل كل جاية وكل بدن يشيل فوق كل شدها وقصة مرة الحاجة دي سيولة مرة الحاجة دي وإحنا قيل يا إيو وغيرهما يوحى الله بضع هاي من الأعيان أشياء الأركا يا أهاتي يو الأعمال عمل الله للصنع يا أهاتي وصفات سفوين كمرة أهاتي فمن سواء أجزائه ما إذا ذهب النقص عن الأكمل ومنهم ما نقص عن الكمال وهو ترك الواجبات وفعل المحرمات ومنهم ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول الذي يزعم المرجئة والجهمية أنه مسمى فقط وهم كهدوا ابن صلي أرمية يعني ما تسكي سأما قيله سوحة كاملة وحديء تضف سني لما يسر الكبض النيب أي كباق بإيناش يوحدو تضف كمال شيء واجب كأهاب وكبا قنية وستبا إيمانية يو حبو تغف فكن في إيمان كاللواية وإيمان بسر مايو كفر با إيمانية يا قالم فتح لا قيمت بوكالك عيدي الدواء وحمرك هدير لقد تغف كمال شيء اللواية الواجب كأها وحوي وترك الواجبات وفعل المحرمات وحظو مركا وحوي وحمرك هدير لواية يعني مركه دعيه كمال واجب كهالواية يا أسسه إيمانا يا وحوي واجبات فيها دلة السمين واية والله قصده وحيمانا يفسد محرمات فيها دلة السمين وحيمانا يفسد وحكرات شراء وحمركه ركن إيسا دين اللواية وحدوث هذا ركن في إيمانك باللواية وإيمان بقى يمشي فهل ما محبي أي نغني فهل هو محي وهو ترك الاعتقاد والقول وإن عتيدة قلبك لا قصده يتوقع من كان لقول نواقع الشهادة سين كان لا قصده يعني ركن كي إيمانك الله يشتري بكمك هذا هذا هو أرانا يا رأي قائد ابن الشيخ ابن تيمية الشهري قارب أرانا يا وحوة المرجاء ذا قصده ابن تيمية لما كان المرجاء ذا لغضري وحو يري ومنهما نقص ركنه وحكم له حدو تضف إيمانك ركن كي سلوائي وهو وحاكي ترك الاعتقاد والقول وإن اعتقاد في أراه ذا لقصه وعمل في الشيخ حق المريم سيلم إجارة قصوة بحي صرف وهو ترك الاعتقاد والقول الذي يزعم المرجئة والجهمية أنه مصمم فقط فرقي هل قاسي قبو برا رجيني أهل السنة مركي سيدي إذا ذا مركي مرجئة مركي إذا ذا حيث كان دوائي مرجئة وحي الله الإمام بحقيقة ديسه أعماشا لم يجد أهدك وعمل الإمام بمعها فرقى روح كالفاس ولينا ذا أراه يا اعتقادي ومؤمن إيمان في السنوات كامل أول ما يسترين صاصي نركالي
لكن ابن تيمية سامعها وقال إيمانك هو النقص يا أهل السنة سيدا يرجع وحي إليه يهير ومؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته إيمانك سموم بكويها كبيرة إذا فسقه وليه إذا المركة فاسق كويها يعني هو الله ماذا يكون الخبر يعني مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وحلو حامض يعني سيدا هو حول خبر أوضى معيته أي هذا خبر أوضى معيه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته إيمانك سموم بكويها كبيرة فاسق كويها يعني ثلاثة لغة المامية مركبة حوالية أهل السنوهم وحيليه ضد فاسقين فإيمانك هذا ماذا ما يسترنا لكن مرجعان وحيليه فاسقين فإيمانك هذا كامل قصة معروفة وخلال قصة أرورية كتاب كيسا السنة وحي شايلت أبو حنيفة أيها وقصة مري من خمر يعبة من خمر يعب كاها أيها أبو حنيفة يا مرجع يعني منك خمر يعب كهذا وحكو المرجع مركز أبو حنيفة وحكو لي أنا أعبد أشكاله هذا خمر الاستداء وعبدية مركز فقول المؤمن باطع إيمان كان هو إبوا كامل وكتبرين يكم يكائل يقول لم يجي هاي مركز صلاة صوري وقالت إيمان تقول إلا المقع يوش يكتواسي هذا هو مرجع باطع إيه أنا أخرين يا هذا لكي نفسها بسان يعني مركا روح فاسق يا جبريل إيمانك سواء الفياجه أبو حنيفي والله قصر النقلياء ولا ماذا كلا إلا مكا كنت جاي إن أعماش إيمانك لغا سارس قليها كنت جاي والرأي باطلة مركا أهل السنة والجماعة لما أنت روحي قبان إيمانك قولي عمل إليها بعض ذا وحي إلى ذا ولا ماذا كميلا أهل السنة والله مرة أيوة المسألة ذا كلينا ما لغا قول قاركود وحي إلى إيمانك وقولي عمل يعتقاد قاركودنا وحي إلى ذا إيمانك واعتقادي يعني مركا إقرار وقول كأه مركا أهل السنة شماهير سنة سلم بين مرأي شماهير أهل السنة بعض أهل السنة كمن ينتبه إليه وقلت قول كأه أهل السنة سنة خلاف المسألة دي. أبو حنيفة حماد بن أبي سليمان يقول يها لم يتكئ مسألة أهل السنة وهو خلافين ومسألة أهل السنة وهو خلافين إجماعية أهل السنة العلماء وصول النقليين وكتبت المدول فتاة إجماعية لقصوا النقليين سلسة مركا قولك خلاف سن ما أهم مركا يتوقع مركا قول من أقوال أهل السنة وزلوا أما تندر الحشو يعني مركا خلاف سن يعني أهل السنة في قبيل زلوا ويلي زلوا العالم كان الله مرعب مركا وحوالي على كل حال ابن عبد البرنا وكل شيء كتاب في سليل هذا التمهيد ومركا أهل السنة قاركوب أي ليهن فارك الصلاة وقال معها اعتقاد في إقرار كيوها يا يوا مسلم وأصل في إيمان واهيا قالنا معها قول كاي قول كمرجال الفرق يقول لحيو ابن عبد البر الشيخية كتاب في التمهيد اللي يدعني بشيرية وهذا ضيئ فرق يقول لحيا وحي كاي أهل السنه وحي إليه إيمان في سوى الناقص إيمان في سوى الناقص وحن كما قلنا إيمان في كم دين لكن مرجال وحي إليه ما إيمان في سوى الناقص ما هو كامل إيمان في جبريل ميكايل بلمجيا هذا فرق يقول لحيا أهل السنة هي مرجئة ودحيا مسألة ذات واصلتي مركا وحوى إلى المرجئة إلى الجهمية وحي الشيخ ينقول أنه مصمم فقط إن ترك الاعتقاد أنا قولك إلا هو مركا كلي يقول له إطلاقه وإيمان بلغ مقعاره لكن أنه وحن لأنها إيمانك وكبا لا عليها وعملك حتى إيمان ولغ مقعاره لكن وحوى إلى إيمانك مراتب له إلى هاي الركن يجي إيمانك كما بدأ بمعنى أصل في إيمانك عملك دي اللواية يعني أصل في إيمانك اللواية يعني عملك لو حن أتشيدان أعماش وابدين ألقى سوى موضع اللفظ ضد روح يعني تحجر لي عمل عمل قلبي لي عمل مغدور لي عمل مغدور لي في كركعة واجبات كإلى الصناعية يوحيها لها حضرون اللي قد تظلبوا مركان أسيقى السماء اعتقاد في وحي كفة الصناعية أعمال قلوب في أن لأن سيد إيمان لهيري منها دي اللواية يضوى لك من مارمان اعتقاد في كفة الشراء اعتقاد في كفة الشراء عمل في جوارح وضاهي كان لقد سمعني الله بأو كرقات مواجبات الاسفلية يسوى حيالان لغا سبب كفر وحيئة إلا لغا سبب وان صنم كاللوس كفوري وان وح كفر يلا السميني إلا لغا سبب إلا لغا إرادانا يدونا وحوه يواه لغا مارمان أصل كإيمان كإلا لغا مارمان لكن وحا لغا هذا يعني عمل الجوارح الفعلي الظاهري عمل كالجوارح ده الفعل كاللوس ده يوح للسمين يوح لغا سبب يعني تجلس على قصده، تجلس على قصده. بمعنى الصلاة دي هي الزكاة دي واجبات كلا عينك على تجلس على قصده.
أصل شيء إيمان من لو واي يا مسلم واي مسألة أمان يجيله هدمرية أهل السنة وأفر عمل يسكو خلافين بسرة وخلاف بين أهل السنة أفرت عمل يسكو خلافين وحي ساي وأفرت ركن شهادتين كما كان لقيم هذه أركان الإسلام صلاة الزكاة الصوم كحشة مباني وشيخ الإسلام المسلم والاستعمال المباني أما تير أربع علماء ذكر إيجادا مالك أفرت أركان ساعه أهل السنة قارتون وحيلان ركن يجيه لغاية تجارة قال لي ما كأيمان وهذا عيك التبدل انتين انه مقلي صلاة هذه اللي قلت قال قال لي ما لكن هل السنة قرصون وحي قبال أفر تسير اللي قلت قبيني قال لي ما صحيح هل السنة قرصا قبال بعدنا وحي قبال صلاة هي الزكاة هذه اللي قلت قبيني قال لي ما قال لي ما بعدنا وحي قبال صلاة هذه اللي قلت قبيني الزكاة هذه إمام صلو قلت قال لي ما إمام صلو قلت قال لي ما أحد الناس اللي قلت قال لي ما إمام كمسلمين صلو قلت قال لي ما بعض أهل السنة كم إذا وحي قبال يعني الصلاة دو كم يهدي لغا تغو وقال لهم لكن ركنية لك اللي تجيس لغا تغو ولا قرسيها ولا اعتقاد سيها يعني مكة وحي قال لهم ما تجيس لغا تغو بعض أهل السنة كم إذا وحي قبال أفرت ركنية لغا تغو أدو قصم معتقد يهو اعتقاد سيها وأن الجحود هي استكبار مدنة والله إيمان يعني الجحود هي استكبار استكبار كعنا كوي ما أنا صور صدقين الجهلية يعني وحوي يعني وين بره هنيان فور سنكر يعني ما دبر إلى مكة وحوي ما راح كسر غير فيها يعني إنه صلاة كتير يعني هذا المقطع كله وحوي سنوع وكفر أكبر بس مو خلاص وكفر العناد كفر العناد والاستكبار وأنا إيش معنى يعني هذي اللي كفر الاستكبار يا كفر العناد يا كفر الإله والاستكبار وبمعنى مكة وحوي على كل حال أهل صنع قرطون وحي قبان أثر سار ركن كثير ويسها قابا قال لي ما كإيماني صلاة هذه اللي قصر هو قال لي ما زكاة هذه اللي قصر هو لما نعيه هو قال لي ما صومك هذه اللي قصر هو قال لي ما يعني مالك حشك هذه اللي قصر هو وقفك قوصين الولي حكيمين هذا ما هذي بقول لقول يا حشك هذو قوصين الولي إنا الحكيمين وقال لي ما علم إذا قارت هذا ساقبا وأهل السنة كميرا بعض يسألوا أهل السنة كميرا وحي قبان أفر شارك نكيرا قصة قال مدنا بقال لي ما مالك سلاسة أولي رأي كان هذا ابن تيمية وحكول السيئة هاي رأي كان رأي أفرت كيل لقطة قام مدنا بقال لي ما ماها لكن أفرت عمل وحنا هاي أهل السنة وحي إسلام يقولوا ينتجي طلقتها قه إن أنا قال لي ما كإيمان إنه قف بهذو قرصين هاي اعتقاد سينها أرن كانوا واحد برا روتشينا يه ابن الرجب الحنبلي فتح البارقة مركو بخاري شرحه يه أي كتاب الإمام بكبر روتشينا يه ما كان صورنا يه أفرت عمل أهل السنة وإسكو خلافه تجي طلقتها قال لي ما مطايم سمعها لكن وحي أفرت عملها هاي أهل السنة وحي إسكوا فقصيه إن الجوجا لو بينتجي استلقتها لكن أهل البدع أياس لا خلاف في سيدك ورشتي وكل متى وهو ترك الاعتقاد والقول الذي يزعم المرجئة والجهمية أنه مسمى فقط فاصنا وحي سيركني قال سنة يعني واعتقاد في قول كإلا قصر وتاسي مرجئة ويجهمية الشيطان يعني لقوم مقعابي كريجي لكن أهل السنة وحي لكي يقول لقوم مقعابي مجموع الفطاوى مجلد كف الضباب لحب قولي يصدب يصدب واجب الإيمان أصل الإيمان وحكلك قبر رمى مجمع الفتاوى مجلد كلا بقية صبنات صفحة أفر بقلية صدبية صدباطن إلى أفر بقلية صغالية صدباطن وحكلك قبر رمى إسلام مجلد كلا بقية صبنات أفر بقلية لبية صدباطن إلى أفر بقلية أفرية صدباطن أهل العلم بضنا وقالنا ما كتاب مسألة وقبر رمين وكتب ترى أي كتب سيسيا أو يكشي أغل وحكم إذا يعني علماء ذا مركي سلاح المركة مراتب تاسلاء أشياء لي ابن حزم أي كمية ابن حزم وحورنا يا إن الإيمان اسم مشترك يقع على معاني شتى كما ذكرنا فمن تلك المعاني شيء يكون الكفر ضدا له ومنه ما يكون الفسق ضدا له للكفر ومنه ما يكون الترك ضدا له للكفر وللفسق فأما الإيمان الذي يكون الكفر ضدا له فهو العقد بالقلب والإقرار باللسان فإن الكفر ضد لهذا الإيمان وأما الإيمان الذي يكون الفسق ضدا له للكفر فهو ما كان من الأعمال فرضا فإن تركه ضد للعمل وهو فسق لا كفر وأما الإيمان الذي يكون ترك له ضدا فهو كل ما كان من الأعمال تطوعا فإن تركه ضد العمل به وليس فسقا ولا كفرا الفصل في الملل والنحل مجلد كالصدحال لما بقولي الشني يقنطن طبعا طال الجيل بيروت لبنان وحد كلو كارثة ترتا طبعات واسخلافسية هاي يعني باب اعتراضات للمرجئة الطبقات الثلاث المذكورة باب كعنكا سأيوكو كينا
هذا الكلام الله مده وحورنا يا ابن حزمي ومن ضيع الأعمال كلها فهو مؤمن ناقص الإيمان لا يكفر ومن ضيع الأعمال كلها فهو مؤمن ناقص الإيمان لا يكفر ومؤمن إيمان في ناقص يقالوا بمايل كلها بالرعي أعماشنا وحقوش إذا أنا أعماشي ظاهر كأهيد الجوارح للغاية الثمينية أعمال قلوب في أغمطة لها كفر إنه مركا أنا كفري كتجينا وجمعت الله وحيالي كفريات كها نصح كين القادورات كفر جاي صلم كين أسس جودي وحيالنا وكتجين إنه مرش الرسول في دين تعايم وحيالنا وكتجين لكن هو إجبار كي أنا رأي من ظاهر كأهي فهو مؤمن ناقص الإيمان لا يكفر محلها مجلد الكوات صفحة اللبئي اللحدل توزيع دار الباز دار الكتب العلمية بيروت طلعت قارصون أفرت ما كنا دعيت أدو على كل حال والمقدمة أيرى عقيدة الصاب تنبو إنسان فقهي جنين كتاب الطهارة بلارين أيقاه الرئيسيات محلها مركبات عصب كنا بيهرب وحورنا إياه وذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن اسم الإيمان يجمع الطاعات فرضها والنفلها وأنها على ثلاثة أقسام فقسم يكفر بتركه وهو اعتقاد ما يجب اعتقاده والإقرار بما اعتقده وقسم هذا عمله كعصم الدريد وقسم لكن عمل القلوب اعتقاده كشرا وهو اعتقاد ما يجب اعتقاده والإقرار بما اعتقده وقسم يفسق بتركه أو يعصي ولا يكفر به إذا لم يجحده وهو مفروض الطاعات كالصلاة والزكاة والصيام والحج واجتناب المحارم وقسم يكون بتركه مخطئا للأفضل غير فاسق ولا كافر وهو ما يكون من العبادات تطوعا الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد فحذر بقول يشن يتفضا كتاب خبر هذا القرآن اللي يدعو الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد عالم الكتب طبعا اللي يدعو ولما هو حمد راضي شنية كتاب كتاب الاعتقاد اللي يدعو شيخ ابن باز باوح أحر صاري شيخ النائب كي ساهان شري اللي بدو دبا إلهي هون حريص عبد الرزاق عفيفي اللي أورين شري مركزوا لكتاب خبر هذا الصائل عبد الرزاق عفيفي نوحا وهو متخصص مركز بالعقيدة وخاصة الفرق إيه وحي كقضان إيه عقائدة وحقوقها مركز متخصص بقوقها وحان أهم شيء واجهه على مركز حمرك يعني أنصار السنة المحمدية رجل مركز وحوي وضيع شؤها أي مركز أها السنة مركز الجارية مركز وحوي كتاب كم مركز سر راجعي سؤال يقول وش مركز أو عقيدة أهل السنة خلاصة لما دو سر راجعي وتصاق رأي مركز تقرير وكتاب تكذور بحنا يوش ملاحظة كتاب أقارك أهل السنة مدرسة خلاصة وعلى مدينه مركز وحوي موضوع إيمانك وحرك متعقيدين يعني شوابتي وبالباس فعليي كتاب قوحوا إلي مركا وحوية أهل السنة من الهرس وذا وحبنا وفقطية هاي من إلها قارس وذا ومركا خلافي مريم خلافينا مركا إتواصل وكوس سنتينية موضوع إيمانك ومسألة دني كم بتاهاي هي إيمانك توصل إلى مركا لسهو رضار وحبك ما تعقيدين فاصلنا وحي كتوصيني إتا وحوية علماء دي أكابرتها بعض كميدي ولي بساطين الراجعين وهي مركا قرين إني أهل السنة من الهرس وكوافقطية هاي باس إيمانك ابن تيمية هذا الكيس يسجل وآخريني هذا الكلام ابن تيمية ليه هاي وحول فمن ترك الأعمال شاكرا بقلبه ولسانه فقد أتى ببعض الشكر وأصله والكفر إنما يثبت إذا عدم الشكر بالكلية كما قال أهل السنة إن من ترك فروع الإيمان لا يفور كافرا حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة التي هي ذات شعب وأجزاء زوال اسمها كالإنسان إذا قطعت يده أو الشجرة إذا قطع بعض فروعها مجموع فتاوها مجلس كوبية صغناز وقل يسديد يصدن أي سيدات يدا خيري وحكى رأو ابن الطيب يلي فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله وهو إقرار بالتصديق والحب والإنقياد وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه مجموع فتاوها مجلس كالصدبال صفحة مركة لحبة قولي أفر يا أفر قد بمعنى وقت الماما يا عمل كجوارح إيمان كقلب يقولون إيش لازم يعني وهذه عمل كقلب إيمان كقلبك الله يرى عمل كجوارح دنا إلا إليه لكن هذين لو وايد ويريد وحو إيمانك كان سنة يقف كهذين لقى وايد لما بدأ يكتو سنة إيسا أما إيمانك إنه كم يكتو سنة إيسا أما إيمانك إنه ضعيف هل يكتو سنة إيسا دل على عدمه كما الدين وحو أو ضعفه إيمانك إنه ضعيف هل يكتو سنة إيسا
مركب حوية تات لازم يكون صار صنع تات فيه. أنا على كل حال أقواش أهل السنة هاي مسألة صار صنع يعني أذى بدنيهم. علماء مركب إذا مركب حوية أن أعماشة يعني قوة الجالسين يعني هو مسألة أهل السنة يسوق لفيه. الروح مثلا إذا هذا أن وترسات وحقق بأنه قال لي هاي أذى صلاة لجهه لقف كاسنا قال بنو اعتقاد سنة هاي هاي أراد أهل السنة كم إلى أيك سبيان خوارج العلماء السبيانين. هذو إذا هذا وحوية أنا هو يعني مركع عمل لذا صلاة يذكى ذي أمورها الله متكاء تجلس لقته كلية أدان جحود أما استكبار أما ماشة كريم استكبرين أما الضفيرات هذين كريم كوكا هاليسين ما يهدو إلى هذا وحكو السبيان قول أقواشي أهل السنة كاملة لقو من التبديعين أيوه الله ما أرمى أيوه مرجئات مركع وافق ذي أما رأيي مرجئات آياتكو يعني دعضي وهو مسألة أهل السنة يسو خلافه بل عالم كأهل السنة أما إمام كأهل السنة أي أمر كوحوية أهل السنة عالم كاملة ولا مدولة يعني محاجئة كرتا رأيي كردوان وكمرة أو شرعي سيقبه ما أنت سيكرا قضاء ياسو سيكرا كرتا أرى كردوان إمام أهل السنة مثلا كسو قال أحمد بن حنبل مثلا أكسر سنة كوحوية يعني صلاة هي أركان تكالة شو قول وكردوان مكلين شو فقول كردوان وحوية ريان قوله وحوليه أفرت ركني كي لقى تقاوى وقالمه قوله وحوليه هاي مايا صلاة هي الزكاة كي كتقاوى وقالمه قول صدحات وحوليه هاي مايا صلاة هدو كتقاوى وقالمه الزكاة هدو إمامك كرات قالمه وقالمه قول أفراد وحوليه هاي مايا صلاة وكلي هدو كتقاوى وقاليه لكن أركانتك لا هدو كتقاوى وقالمه قول صلاة إمام أحمد بن حنبل وليه وحوليه هاي مايا أفرت ركني كي كتقاوى مننا وقالكم نغن مايا شرط قول بنا مركة وحصور نقلين إياه إمام ابن الصيمية أيها وخصوصا نغرية مجموع الفتاوى كتاب الإمام وخصوصا نغرية لو الموضوع خملة أو رضي الشر رواية أي الإمام أحمد بن حنبل كليل مركا معها هين وحوية مرنا إلى الحراسية والضلالية بادئك السنة مرنا وحوية السنة دي وخصوصا نغرية ما وحوية يعني مركا إمام أحمد بن حنبل وإمام أهل السنة أي الشمكة الرأية كالدول مسألة كمرأي مركا سيدة أول مسألة اللي تكون تبديعين كرا معها الروح هذو كقنعة أدلة عدة أورانا يسوى حوية وقال روح تاريخ الصلاة أما الزكاة قفت الديلة وجاء سوى حوالي رأي أراضي أهل السنة كم يدوكو سويها لقو منا بدعين أيوك خوارجنا الله من السبين كرام هذا وقت الآن الله صلى الله عليه وسلم انت يا كلي يغلق لما صاريك رسول مضى هذا حوالي أهل أثر سورتني كي لغا تقوي عمل الله كلا واجباتك إلا أثر تن أركان تبا يهاين وواجباتك هو ويلا واجباتك كلا يو حوالي مركة درجة المقارية وكان ينصار ومن ضيع الأعمال كلها فهو مؤمن ناقص الإيمان لا يكفر يعني مركا إمام ابن حزم وكان محلها فورمية مركا وحوية مسألة اللي يسكت تبديعين كرا معها مركا سيدة أوليك هذا رأيي قرمية يعني علماء يطارك وطارك الصلاة كي يعني كطبين قال قال إنو ياري يعني مركا إرجائي وعنس بيلي وحوية رأيي قدوا باطل يعني والرأي باطلة فهذا يبقى أنت يدك الساعة رمية آية مدى الإسلام كمية ورمية يعني إنه يهوئي وحلا من كل السنطان ولكن كان الإسلام رأي إذا كوا فقصا وحكم له يعني أعماشا وحوي واجبات كأس تقصت لقصة وصل الصلاة دي الزكادية أمورها لم يتكاين أن قفكم قال كل قرين يعني إمام أحمد روايات في سقاركود الزهري إمام الشافعي وذا كنت لي إسابه إمام مالك إسابه وذا كنت لي مروزي محمد بن نصر مروزي بيهقي ابن حزمي قوام السنة يعني ابن تيمية أراني سقاركود سلا واقبا يعني رأي كلا خلافسا وليه أو رم يقص الصلاة يعني مركز كل يوقفها ولي لا تكن بقالة فايسا سوالي هذا ما أهم مركز هالصلاة هذو كتبوا ما صلاة قارثود هذو كتبوا لكن كان عمر يسبة تكن بقالة لكن هذو مرنا كتبوا مرنا اللي ما ذو صلاة مرنا كتبوا قاسي قال ما وأنا رأيي قال مركز وقضاء ابن عصيمين تصر بلن ابن عصيمين عص كضاء رسالة تارك الصلاة الدليشة يعني وحوي ابن عصيمين وحو كقضاء تارك الصلاة مركز عمر يسبة تكن أيو قال ليها لكن هذو رمضان تسكدو انت كلاعان تسكن اما الشمعات تسكدو انت كلاعان تسكن مسلم بك قضاء مسلم بك قضاء ابن عصيمين كاسنا فتاوي سعوكو يا الله او نقو عركي كرا دروس الحرم المكي يعني مركب حوية يعني ومطبوع دروس الحرم المكي اي مركب مفصل قطة وقطة الله ما يركب ركوع الشهرين واتران او مركب حوية ومن ترك الصلاة بالكلية في قيد كاسو كلا اراعيه واتران لكن أركا سيكي عنه بتفسيري أروح أو تصريح إليا حضو حوالي مركا رمضان تتكدو إنت كالآن تكن أما شمعها تتكدو إنت كالآن تكن إنه مسلمي هاي لكن مركا ولي إيبا تكن مركا سجال لي هاي بميلادا على كل حال مسألة واجب الإيمان يأصل الإيمان وأصل أصوي هذا من خلاصة كسر علمه معنوه حن قرية
أصل كإيمان كهدي لقته وقال ما إيمان واجب كإيمان كهدي لقته أنا فاسق إيمان وفاسق بونهن وحنا الله ذكر مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وحيث الله ذكر مؤمن ناقص الإيمان وحكر الله ذكر ومؤمن فاسقة يعني مركا صان والله ذكر مؤمن ناقص الإيمان مركا إريدة عن كاسة يا لوط الماما لكن مرجاد وحيلين ومؤمن كامل الإيمان قول صوت الله باطل وانصوت الماما مسألة لا تصعب صن يعني مراتب الإيمان يعني مركا إيمانك اللي نسير يره درجات كاسة لوك الحنبارية أشيء وحوي مركا وحل النسيه واحد بعد مرنا كمال كان النسيه مرنا أصل كيسة للنسيه يعني مدعو الوال على الصلاة معها مركا اللي يدهده في معنى صلاة كاملة إلي أهيد عمال قرصد روحي في حنباران صلاة مركا وحوي تصحيح مع الاسم وحي مركا اللي لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان حي ورانا إيان علماء الشافعية لسل وحي إليه صلاة كاملة لهذه هي جماهير الصدقبان فلاد وياه صحي صار فرق وكان عيا قف هذه تكذب لكن حوية وقلل له كل شيء مايا هيا شو فلاد يسوي حلا قل لي ما هو مثل سقاسيم وحكوية هاي يصير حارة ده قصة قال إنه ما كان تكذب لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه لا خبثة ما رضى ضم بابر كاسان صخر الوحن بارا لا نكاح إلا بولي يعني ما كان أصل كان لنا فينا استحارة لنا فينا عند الجماهير حنا في ذو حكوا حبارين كمال كان لنا فينا لكن قوم خذوا باطل وايو يعني وحوية حقيقة الشرعية ده إلا النسيئة يا الوحن بارية أما وحوية هذه مجاز الوحن بارية مجاز كحقيقة يقولون واشاها بدن بار الوحن بارية وحالة أي حقيقة السورو بويده كقاعدة الأصولين توحي قبان الوحن بارية مجاز كحقيقة يقولون واشاها بدن مجاز كحقيقة يقولون واشاها بدن حقيقة مكي السورو بويده مجاز كحقيقة يقولون كالدوية مجازير السؤون مثلا مجاز بعيدية مجاز قريبة ترى مجاز قريبة الوحن بارية لاجنة مجازك قريب كأم الوحن بارا يا واجبا مثلا وكلا عمر قارص الدواء حيلادين لا نكاح إلا بولي إذن كنا صحة وحن بارتين أنا قلنا كمال بارك وحن بارنا إلا مجاز بين كلا تشوفنا وحن لو قلت شوارية لما مجاز أنا كلا تشوفنا لكن صحة ويقدر واشتبضان طي حقيقة وحيقدر وده هاي كمال والله بنا المجاز صحة هذا كو سلمه فرق هو روحان مسلمة هاي المجاز إلي كاي أو واحد لازم ينكاح الشرعي قبل أن يصير نكاح الشرعي قبل أن يصير يارس ويقول عياؤن ده وحوي الصحراء لكن بحثان ثلاث شيء سكون رائع مجاز كلب ومجاز كاج حقيقة وقدر وياه يا صار نحن كثير الوكر ده يلي يسمرني بدك وكذا ويلي يسمرني حما يلا ده أنا كاحي حاجة قبل يا ثلاث اللي يسوي حجارة يلي يسوي ريحية مجاز يلي يسوي ريحية ومجاز كيف فداو حريحية مجاز كيف هو السحاب وكان هذا كمال قال فهم سوا مرجع على كل حال وحوي يعني واجب الإيمان يأصل الإيمان يكمال الإيمان صدق الله بيتها مثل هذا السجادات وحيكون صار صنطه هاي استثناء إيمان كاستثناء من الجرين كرا استثناء وما حيوا إن شاء الله ما لقدر بكين كرا وأنا مؤمن إن شاء الله ما الأوران كرا السلام أوران كرا مسألة الاستثناء أهل السنة هي أهل البدع وإسوء خلافه بعض وحي الهدين أهل البدعة كم دي ومرجئة دي إيمانك إن شاء الله إلا الراعي حاران ويوم مضنان أي الهدين ومرجئة دي خوص دعوة رمية أهل السنة هنا وحيكم على الشكاكين بي الهدين إيمانك إذا كشك سيما حي إن شاء الله الراعي ليا إن شاء الله حي إيمانك لا دردولين اعتقاد سوح اللغة بهاي الجزم إن تفكوا قوي هدول إن شاء الله ولي حما شكرا مغاني سيما حوضاء المتردد يهي ولا بعلم عيه أنا حوضاء مكا إيمان في جزم هاي يا لو بقولي فاصل مش كم قصي جالي مركه وحوي حرام ويا ميلادي وانا سيد حنفيه دو قبطه حنفيه دو وحوي غالب كود وحيين ومركه ما تريديا هل من بالغ شيء قال اشعري اهن شيء يا وحي كلك استن جيرين مؤمن ال فرعون اشعري لك قارتود مركه شيغيا يعني يجي نفس ذا يسريحي مركه صار وحوي كلي يبو دي مركه كان نقلي اشعري مركه سي هو مؤمن ال فرعون بيلادي اشعري دي كلاكوني مركا وحوية نمانك حنفية الأولان شرعي يعني مركا وحوية وحي قبان إن إيمانك استثناء للجلين كريم وإن شاء الله للراعين كريم تاسوا قول قول لبعض وحولي إيمانك استثناء للراعين كراء واجب نولي بوحعين للراعي وإلا قبل هو يكره أنا مؤمن إن شاء الله إلا غير الله وإن صدقه واجب لي قول الصدحات لبعض سؤول لحية أقول لي هاي اعتبار إن الله راعي وبنانتها اعتبار إن الله راعي أنا ما بنانا مرة يبنانتها يا مرة يبنانا يسيد والبواجهة
قوليها هذا مرجئة وحا إلهدين أهل السنة الشكاكين بيكون مقعابين وحين إلهدين إيمان كود إينا كشك السيين بيكون مقعابين حيا إيمان كود وكشك السنة حقا إن شاء الله بيكون ترى إيمان كي سيدة أولي الوحي جلسة مسائل حتى كتبت مركي في مركة حنسية قارت كود وحقوطها الله وحيالها قال لمضع وحكم لذا إلا إلى إيمان كود زيادة وانا نقصامة كتبت فقهية حنسية قارت كود بيكون الله بحر الرائق يغير كبال قسم النقلي يا ومكفرات كما كان لقاها الضيب حتى وحي النصوص وشيكتين إليه الكفريات كي تمتع يا وأرن بعيدا إلا إلى هذا الكفريات كي وحكال إذا إن الإيمان يزيد وينقص وحوية وأرن مركي تمرك أدي آد يعني مركي أحلوي مركي وحوية أرن قاسنا وأرن باطلة بدعالي مركي أي قاتل إيمانكم الزيادة ومن نقصامه بين كتا لحسنين مركي سيستنى يوفقين إلي العدة لإيمانكم الزيادة هو النقصامة أي وحي قرسين إلى كفريوية يا وحيارها إلهدين وحكم إذا أمورها اللي بحثين تلي ويدي هورة ننكا يعني شافعي أهي قبل حنسية لما قرسان كرا كتب مركب بضن وحكوتها الله أين كفة وضين علماء ودي يعني الدنباء ما قرسان كرا ننكا شافعي أهي قبل حنسية لما قرسان كرا صارت وحي تهي إيمان في سيكشك السنتهي روح إيمان في سيكشك السنتهي ما قرسان كرا وحصاب حي تلوادي الدنباء شيخ لي هذا مفتي الثقلين رحنا فيه مفتي الثقلين بلينا ذا ثقلين كتشني عندي وكيف فتوني ما تشين كنا ماشي يقول ما نشري مركع صاد هذا مسألة دي لو يدي مركع سو يري نك حنا في جاهي قبل الشافعية لو أبورسن كرا قلته تنزيلا بمنزلة أهل الكتاب نكو هذول حنا في جاهي قبل الشافعية ده وأبورسن كرا صلاتنا وحنوري أنا ماشي أهل كتاب تدكشين أيه بمعنى هو قياس قادم أيه أهل كتاب تدكشين وحوية نين كتابي أهي ما تقول سنكرا قبر مسلم هذا لكن إنك مسلم في قبر كتابي هذا وقول سنكرا يا مركا قلته تنزيلا لمنزلة أهل الكتاب منزلة أهل الكتاب أنا تدكشين أن صاروا يقول مركا مسألة وحا أهل السنة لغوها يكتنقوا إن وحوية إن شاء الله هو إيمان كتبتين حاران نولي أن قدراء وشك ما يتنومين على سنة وقت شوابين وحي إلهدين إن شاء الله مركه ورشك ما تمانته وحنئي كالتوح الحقيقتين إن شاء الله للراعيه لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون يعني إن شاء الله هو المضي والمحقق السلام عليكم أهل الديار من المؤمن والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون إن شاء الله بكم لاحقون ما قصت كشك سنين ودمرين شوفت وما مركه هذا إن شاء الله هو للراعيه مركا في مرضى تبرك أهل لك بركي سنة الله راعيا وأن تعليق لو بتشيني إيه تبرك لك في المامية تعليق للسيب هدي له روحا باره تعليق إن إيمانك لو رسيم الهبطة إيمانك إن أبلغ تنين يا وضبطة شوفت وما إمام أحمد بن حنبل وحا ويري إنما نستطني للعمل عمل كانوا استثنونينا قول سوى لنني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لكن عملك إيمانك لها إنا نورني وحي مقضي وحي قرصونا فاشا كيبا نقصره ما كاتلة تاوي عمل كانوا استثنورينا استثنور عنه سي الشرع بلي أمرينا نروض إني ما كاشا كسنا ما هو سياس أول بيتلة فقارتد وحيولون شرين هدان عوقة هاي هل ستود إلا يقع أقبالي هل ستود عمل كان صميني إلا يقع أقبالي هدان عوقة هاي يريد أنت علي صلاة لكن وحانا نسكوه بين هل ستود إلا يقع أقبالي نسكوه بين يا وحانا عمل صميني عباده وحان يعني مركا الشكيكة قلتها إلا إيقا أقبلي وإذا سيدي شعق مركا أمري إنا نلوى ذايني أيا مركا الشكيكة قلتها بي مركا عمل كي تسنى وقلنا يا مركا إنا مركا لسلمامة يانا مؤمن إن شاء الله ساتها اللي قلتها عمل كالدرسي بالله استثنانين وليها الشاعر رضو استثناء إيمان كواقاتين لكن قواعد عن قواعد أهل السنة أهين بإيقو قرقارين وحي مقلين أهل السنة أرمية أنا مؤمن إن شاء الله marka say waxay moodeen waxa loo istisnaaray inay tahay caaqibada iyo cid dambeyska waxa yidhaahdeen waxa looga jeedaa imanka inaan muumin ahay waa ogahay laakiin iimaanka inaan ku dhiman doono ma ogi oo kama warqabo mar hadaan ogeyna in iimaanka ku dhiman doono sida insha Allah u leeyahay sida wii walil aaqiba iimaanka waxa ah ka lagu dhinto inama al-a'malu bil khawatim alam hadal lil dalil shada marka inama al-a'malu bil khawatim bay soo qaateen waxa loogu jawaabay إنما الأعمال بالخواتيم حق إيمانك كلي ما هي قال لك مركز شيء سنة واحد هذا كافر إن شاء الله بوش مركز نيك اللي يدادان وكافر إن شاء الله وأي وقت كل من دون مؤمن أرمو إسلاما
إنما الأعمال بالخواتيم يا هدي لا إله روح وكل إن ثم قفك الله إيجيا وكاسام مرع وقلنا عيا هدي لا إله دو دقال يا مؤمن تون اللي بمشي يكره يعني مركا كوكو من تيمو يعني مركا من الضوين إن شاء الله ولا راعية مركا وحوية قواعدي قولك أهل السنة وقاتك لكن قواعدي أهل السنة وحنا هين بيقو قرقاريا أهل السنة الوحي إلى سيدة إمام أحمد محمد البقو يريد عمل كالدرازة يضم استثناء بأجل إلينا إيمان وإن شاء الله راعي لنا لكن يقول وحي إلى ذلك خاتمة الدرازة لو أن نكور قبيل بأنه إن شاء الله أجل إلينا يا سيدة سيدة من ذلك مركا وحوية تسألوا وتواب على كل حال سيدة وحوية حقه وحي صهي إنه استثناء مركا بنائي هاي وحانو مركا بنائي هاي هدئا لوغة شيري شك أصل كإيمانك لك شك سيئان لكن هدئا لوغة شيري شك أصل كإيمانك لك شك سيئان تعليقات ما بنانا لكن كما كإيمانك لك شك سيئان والله تعليقين أيها والله استثنون كراه وانا تائي لهدين عمل كالدرادية بانو استثنونينا إذا أسأل لوغة شيري مركا وحوي اعتبارك إن أصل كإيمانك لك شك سيئان لوغة شيري فحاران ويئن استثناء اللوغرين لكن أذان سيدا اللوغة شيدين التبرك لغاية المامي أما التعليق عملك إن نلوّى ذا النبيبانو كشك إسنه اللوغة شيدو وحو يتنوع في إستنقوى البنائي هاي سيدا أنا وحقب أهل السنة والجماعة أي قبل تقريب الحموية إن شاء الله تعالى أما التلخيص الحموية يعني مركب الهدى الراجع شاف الإسلام المصري المجموع الفتاوى الواضع متعددة أبضا بك غورما موضوع إستنقنا كلمة دا كولوم بين كل دافينا وخلاصة دي صوتهاي هذا نقصه ده أصل كإيمان كاي كشك اسمه هاي وأنا نهول يعني ما بنا أنا استثناء لكن هذا نقصه ده إيمان ككمال كيسي أنا روضة إني عمل كيسي اسكمه هو هذا تاو نقصه ده أما بركيسي أنا نقصه ده واقع نانده موضوع انتي هراء انت سكوية دي هاي مسألة كل يكسر أبسان شبهات أنساء الرئي بها ترتي وضتك قاركولا الشيغان وحنا دعي كرسا الرنكاس إنو خباء من كرا سؤالها اللفتي إذا نواد صورة قلب مركا هدان اللي بدك المدود ونكوه الرئيسيو وحكا لا إسكالناسو يعني مركا تاسي وحي تاعي ضدك قاربا وحي أرميان أهل السنة هو مركا إيمانك تعريفيين قيحي وحي كو تعريفيين الإيمان قول وعمل أما قول وعمل واعتقاد أركان في إيمانك منو سدح يهالي بيشيغي محا أترى هدين أركان في إيمانك أهل السنة قال كود بوحي قبان إن وحوي يضو عمل كي ظاهر كأهاية التواريخ دي فعلي أهل لوايي فأصل كي إيمان كتوقي كرام بعض أهل السنة كم إذا السنة قال محا أترى هدين ستشوارت الوحي تان ولبعا نهر الكود أولا ما يسترى وحي أولا إيان أركان في إيمانك ما دام أي صدح تهاي فركني إيمانك هدين لواي وحكم مرة يسأل إيمانك باللواي وشيء ركني وحا ليلة دا وحا مركا هدين لواي شيء لواي ايو سيد عركان الصلاة وقال ركني الصلاة كم إذا دون مقيم إياه صلاة لهرية سيد عصوكرا ركني أركان في إيمانك كم إذا هدين لواي أن إيمان لهري شوابت الوحي تاي أهل السنة يعني سيدها قبل بعض كم إذا واصلون نقليني هذا اللدن مقامك أيان سامحين أقوال كرعو كبضن واصلون نقلين كريلا هاي مركا أقواش ينصر نقلنا صيح بيكوها هنا مسألة وقوعة دائين ما دام عيكوعة دائين إلا إذا هذو حوالي أهل السنه وحقبا سلاة متشران واحد مدائين يتهي مكابرة يعناد يتهي يسكتشكار يتهي أي مركا ماشيك المغطة ومد الله هذا أرين قصها بسن أركان تهدي لوايو شيء قوال لوايو هل تصالع عن قصه قادم لابد شوابات بل كل شواب شواب تكوار ولما ذكر أركان تمركي كهاد ليه ابن الطيمية وكل أركان تكما دري أو حول منهم ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول وعمل كهاد على أركان تواكر يا بني كما سوق لكن أركان تأيو كم يديهم وشواب تلا باله أن كوا سلموا يعني مركا وحوي على التصريح إنه أركان هو إطلاق ولا يطلع هو ركن بل يا سول لركنك السؤل لوايو وحكم على الشيء ركنك هو هاي لوايو ثم قد في الإسلام كأنه أركان لي هاي وحورنا إياها أركان في سواء النساء والشنب ورنا إياها والشهادتين كالصلاة الزكاة الصوم كحجك شن تعرفني ويا إذ كالصوء هذا وطيري وعلماء كمدة أركان الإسلام هو شنطة ميال متشيدان أركان الإسلام ككي لغا تقابا إسلام نمدي ولا وايه يا
shaaficiyada iyo markay sax marka maalikiyada iyo markay sheegay arkaan islaam waxa uu waa shan kun weey waa shahaadadeen ka salaada zakada soomka iyo xajka umar jeedan yaani waxa weey hadii la waayo shan tan rukni mid kasta oo la waayo islaamnimo in la waayo ka dhalaysa uga ma jeedan shaadadeen waa la isla ogol yahay hadii la waayo in islaamnimo la aan ka dhalaysa laakiin dafarta kale waa ki khilaaf usugna marka waxa weeye ilmo badan oo ahlu sunnah kamida ama jamaahirtooduba iyagu arkaan ku magacaabaya arkaan islaam inay yihiin salaadii zakadii iyo soomkii xajku ayaa haddana waxay leeyihiin tagista laga tago faasiq baa lagu noqdaaya gaal lagu ma noqdo taasina waa jawaabta labaad ee aan mas'aladaha kaga jawaabayo waxa kale salafku markay tacriifiyeen iimaanka may oran waa rukni arkaan may cabdirin istilaaxyada arkaana waa shay muxdas oo soo dariyay macnaha marka waxa weeye mar looga jeedo in yacni shaygii la waayo iyo mar aan looga jeedin mid walbana waa dhacda marka shay waxa weeye intaad ka soo qaadato istilaaxi ah oo culammadu marka ay la timi waayadii dambe inaad culammadii salafka ku ilzaamiso aad tidhahdo ilaaba ilaa sidaa weeye ta noocaas marka isaga waxa mid saxiixa ma aha ishkaalka labaad waxa uu ku saabsan yahay talaasumka daahirka iyo baatinka ka dhexeeya haddii baatinku wanaagsan yahay ilaaba ilaa daahirkuna waa inuu wanaagsanaadaa waxaa noogu daliila xadiidkii alaa ina fi lqalbi mudqatan idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh wa idaa fasada fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalb qalbigii haddii iimaan ku jiro daahirka inuu ka muuqdaa waa lagama maarmaan marka sidee loo yidhaahdaa inaanu camal ka muuqan baa markaa suurtoobi karta jawaabtu waxay tahay daahirka iyo baatinku talaasum inuu ka dhexeeyo waa jirtaa laakiin talaasumka ka dhexeeya mar wuxuu noqon karaa mid waxa weeye ka dhalanayo waayitaankiisa waayitaan marna wuxuu noqon karaa mid waayitaankiisa uu ka dhalanayo yacni markaa dacfi siduu ibnu taymiyaba tilmaamay yacni markaa dalla calaa cadamihi aw dacfihi waa inaga soo aragnay talaasumka markaa daahirka iyo baatinka ka dhexeeya yacni sidaas iyada ah ayay marna waxay u noqon karaan mid ay cadam ka dhalanayo waayitaan marna uu ka dhalanayo daciifitaan iyo liidasha ay ka dhalanayo jawaabta labaad ee laga jawaabaya waxay tahay yacni markaa daahirkii iyo baatinkii yacni inay isu xidhan yihiin waa jirtaa laakiin daahirkii horta wax ka muuqday qofka waa jiraayo wanaagsani laakiin waa yaraaye waxa ka muuqda oo waa maxay dee ashhaadu waa ka muuqatay waa daahir mise ashhaadu waa baatin ashhadu an laa ilaha ila allah buu leeyihi wa ashhadu anna muxamedan rasuulullah daahirkiisa wax wanaagsanoo ka muuqday waa jiraan laakiin waa yaraayeen taasna waxaa laga qaadanayaa waxa yar ee iimaan ee qalbigiisa ku jira inuu yar yahay ya marka waxa weeye in la yidhaahdo yacni masalan asalkii iimaankuba qalbigiisa kuma jiro misqaalu dara in laegay qalbigiisa kuma jirto mujarad inaanu markaa la imanin yacni markaa sharaacida qaarkood ta noocaas waxay u baahan tahay daliil waxay noqonaysaa adilada gaarka ee masalada ku soo aroortay in la daliishado calaa kulli xaal culammadu marka isagaa mid walibana yacni tarjiixiisa ayuu leeyahay masalada arjaxaya taarku salaadkii waxyaalaha ku saabsan marka waxa weeye calaa kulli xaal khulaasadii baxsiga intaas ayaan kaga baxayaa waana idinku dheeraya raalliga ahaada wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.